يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير والسعادة والهنا عليك يا شاذلي وعلى جميع المشاهدين. كل سنة والمصريين طيبين وبألف خير. كل سنة والمصريين إخوات محبين لبعض. كل سنة ومصر دايما في أمان واطمئنان. عيد ميلاد مجيد، عيد بتظهر فيه وحدة المصريين وحبهم لبلدهم، عيد بيأكد لنا إن احنا فعلا كلنا شركاء في الوطن، شركاء في الحب والود، شركاء في إن بلدنا تكون مستقرة وآمنة. في احتفالات عيد الميلاد المجيد هتلاقي المصريين كلهم نسيج واحد بيقدمه درس استثنائي في ترسيخ الإنسانية والعلاقات المبنية على المتانة والقوة والعمق والتراحم والتعايش. علاقة يعني ما حدش عارف يترجمها، ما فيش حد عارف يقول ده ايه بالظبط. لما امبارح نمشي كده في الشوارع نلاقي الشوارع مليانه مسلمين ومسيحيين نازلين بيحتفلوا، في فرحه حقيقيه من القلب، في كده حب وود، علاقه العالم كله كتب عنها انها صمام امان، علاقه مبنيه على الوحده الوطنيه وتحقيق الامن والاستقرار والسلام. كل سنه وانت طيب يا شاذلي. كل سنه وانت طيب يا بسنت، وكل شعب مصر طيب وبخير. كل سنه وكل المصريين في امان. امبارح كانت الاجواء في كاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه كلها عيد وفرح وسلام. مشاعر الود والاخوه والموده كانت واضحه جدا في عيون كل اللي كانوا موجودين. المشهد امبارح وضح قد ايه مصر متصانه باهلها الطيبين. امبارح شفنا مشاهد بتحمل معاني كتيره جدا، مشاهد بتقول ان الشعب المصري هيفضل عايش في سلام وحب واخوه، وده فعلا اللي محير قوى الشر. مش عارفين ان دي مصر العظيمه اللي عمر فتن ما هتعرف تقرب منها. وزي ما قال سياده الرئيس امبارح في الكاتدرائيه، احنا واحد، مفيش اي شكل من اشكال التفرقه ما بيننا. كلنا لينا ذكريات مع اصدقائنا واصحابنا وجيراننا المسيحيين وهم بيحتفلوا، واحنا دايما متشاركين في كل حاجه. مصر دايما يا جماعه عصيه على الفتن، دايما بنتشارك في كل الاعياد. وهنا ممكن نتكلم بقى عن تجاربنا الشخصيه احنا مع اصدقائنا في الاعياد. احنا متعودين طبعا ان هم بيجوا بقى في الاعياد بتاعتنا ينزلوا يشتروا الكحك ويعملوا كحك كمان في البيوت عندهم، ويجوا عندنا البيوت واحنا بنديهم كحك، وبرضه بنروح بقى احنا كمان بقى يوم 6/1 كده بالليل بعد هم ما يرجعوا من القداس بيروحوا بقى عشان يفطروا، فاحنا طبعا بنبقى قاعدين مستنيينهم تحت البيوت عشان هم يفطروا وينزلوا لنا اي حاجه بقى. بس انت بعد الفطار ده حقيقي، يعني احنا دايما في رمضان يعني هم يمكن بيرعونا كده في الصيام، واحنا كمان بنبقى متحمسين جدا لفطارهم يوم 6 بالليل. انا عن نفسي عندي ذكريات حلوه قوي مع ثلاث بنات كده صحباتي من زمان قوي قوي، يمكن اهالينا كمان صحاب، فكنا دايما بنتجمع مع بعض يوم 6 بالليل بعد ما بيخلصوا القداس بنرجع وبنروح عندهم البيت، وبتبقى مامتهم عامله سفره كده فظيعه فيها كل حاجه. الرومي. ديك رومي فعلا، ده حقيقي. يعني سفرة فظيعة وكلنا بقى بنقعد مع بعض، وفعلا كل ما افتكر قد ايه
احنا يمكن دلوقتي بس بقالنا كام سنه كده الموضوع مش موجود قوي عشان كل حد راح في حياته، بس احنا لسه في حياه بعض جدا بقوه، لكن يمكن ما بنتجمعش قوي يوم 6 من سنتين ثلاثه مش من كتير قوي. لكن كل ما افتكر الذكريات دي انا اترسخت في طفولتي في تفكيري، فبقيت فعلا بالنسبه لي يوم 6 بالليل ده هو يوم عيد، معزومه على العشاء، يوم عيد ومعزومه على، مستنيه بقى يعني مستنيه احتفل بالعيد معاهم. وفي الحقيقه هم كمان معانا في اعيادنا، يمكن بيجوا في رمضان دايما يقعدوا يقولوا لمامتي يعني السفره يا طنط هتعملي ايه الحاجات دي كلها. ففعلا في كده ما بيننا يعني مش حاسه ان هو عيد، هو نسيج واحد مظبوط، حاسه ان هو عيد، عيد بقى للمصريين كلهم سواء عندنا او عندهم. احكي لي لو انت عندك ذكريات. طبعا عندي ذكريات كتيره جدا، بس يمكن فعلا زي ما انت قلتي بقى لي كام سنه كده ما روحتش ليا صديقي مايكل كل عيد يوم 6 1 بالليل بقعد استناه تحت البيت ينزل لنا بقى باي حاجه كده. يعني حتى لو ما روحتش يومها بالليل باجي 7 الصبح اخد الطبق بتاعي حتى لو بايت برضه اسخنه عادي جدا يعني. فاحنا متعودين على كده يعني، ربنا يديم الود والمحبه ما بيننا. النهارده في صباح الخير يا مصر هنحتفل مع اخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. بنرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا عشان نعرف منها احوال الطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا بسان، صباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. نتمنى يوم جميل زي ده يبقى الجو فيه حلو ان شاء الله. الجو هيكون حلو ان شاء الله، تقريبا مستقر لحد كبير يعني مع الاستمرار في انخفاض درجات الحراره طبعا. بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان وكل سنه وانتم طيبين، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال طقس احتفالات عيد الميلاد. النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، كمان في شبوره مائيه الصبح قد تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، كمان في امطار خفيفه على السواحل الشماليه والوجه البحري. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 14 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوي. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قداس عيد الميلاد المجيد اللي ترأسه البابا تودروس الثاني في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وده لتقديم التهنئة بعيد الميلاد. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض إن أنا أقول يعني كل سنة وأنتم طيبين وأدي الفرصة لقداسة البابا إنه يعني، طب هقول لكم بس تشك. طب ادوني بس فرصة، أولا خلولي إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبه والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسه البابا، وده مش من فراغ. وانا قلت المره اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مره اسمع حديث لقداسة البابا أو حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وفيه بلاغة عظيمة جدا. مش هنسى أبدا القول اللي قاله ده
في حديث يعني من الأحاديث الأخيرة ديت لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين دايماً نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد، إحنا واحد، إحنا واحد، واحد. مفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا، ما ينجحش أبداً. اسمعوا كلامي، مش ليه كنت بقول الكلام اللي أنا بقوله ده، والله ما بقوله ليه كنت بقوله، لينا كلنا. بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس، وإحنا بنحبكم، وإحنا بنحبكم. فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. دي أول نقطة حبيت أتكلم معاكم فيها. النقطة الثانية برضو لينا كلنا. أنا شايف إن الناس، اسمعوا كلامي، قلقانة. الناس في مصر قلقانة وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة. ولو سمحتوا يا كل الناس، يا كل المصريين، أنا ما بقى في كل مناسبة بتكلم وأقول، بقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها. ما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا أراد إن هو يبقى متولي المسؤولية. يعني حد هيعرف، مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة الباب في شؤون الكنيسة؟ لأ. وبالتالي لما حد، انا جبت المثل وارجو انك تعذرني قدس البابا، يعني اسمعوا، اللي يتكلم اللي ما كانش يعرف واكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفله الجميله اللي بتقول وانا بحبك والله. احيا مصر. بس خلوني انا، اصلي يهمني قوي، متشكر جدا. انا مش هطول والله عليكم عشان قداسة البابا، لكن عايز اقول لكم ان من فضلكم اولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت. يعني انا بكلم كل المصريين، ما تخافوش لسببين. الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين. اسمعوا كلامي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه.
طب انت قلقان ليه؟ يقول لك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تاثيراتها ضخمه جدا. الدنيا هتبقى بعد الازمه الاخيره ديت هتبقى مختلفه عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والازمه الاقتصاديه دي هتاثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنه دي او اكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجه هعملها هقولها لكم كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجه تانيه اخيره وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ انا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسه البابا دعواتكم الطيبه لينا ولمصر، دعواتكم الطيبه لينا ولمصر، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل المصريين بألف خير. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعاده خلونا نبتدي الاول بالاخبار اللي حصلت امبارح، وابرزها كان تهنئه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بعيد الميلاد. كمان السيده انتصار السيسي هنأت المصريين بعيد الميلاد وقالت دايما معا على ارضيه المحبه، واخبار تانيه كتير هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبداً عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية. ودعا الرئيس في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفاً: كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائماً وأبداً في أمن وأمان. وامبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ودائماً معاً على أرضية المحبة، تلك القيمة الأعظم في رسالة السيد المسيح عليه السلام. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير من اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة في محافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية، وأكد رئيس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات تساهم في رفع مستويات التشغيل، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. امبارح كمان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 لحد 6 يناير 2023، تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها.
في محافظات مصر كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها إنشاء موقف جديد للأتوبيسات لتقليل التكدس داخل المدينة في محافظة مطروح. كمان في محافظة الوادي الجديد هيتم تنظيم مسابقة لحفظة القرآن، بالإضافة أيضا إلى وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام لتوزيعها مجانا على 2000 أسرة في كفر الشيخ، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنستعرضها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها تأكيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية مشروع نقل موقف الأتوبيسات من داخل الحيز العمراني بمنطقة الكيلو 2 لتقليل التكدس والازدحام جوه المدينة وتحقيق سيولة مرورية فيها. وأوضح أن إنشاء مجمع مواقف متكامل بشكل حضاري ضروري ليليق بالوجهة الحضارية والسياحية بمدخل مدينة مرسى مطروح عند منطقة الكيلو 10 مطروح اسكندرية. وفي الوادي الجديد هيتم تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة في شهر رمضان المبارك. المسابقة بتيجي نتاج التعاون المثمر في مجال الدعوة، خصوصاً أنه هيتم رصد جوائز بقيمة 200,000 جنيه للفائزين في احتفالية ليلة القدر. الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أعلن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية الذهبية مركز بيبا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات، وهي البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1147 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعلن عن وصول الدفعة العاشرة من صكوك الإطعام لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية في مدن وقرى المحافظة في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية نفذت بروتوكول لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم الاتفاق على مد وصلات مياه الشرب لعدد 2000 أسرة من الأسر الفقيرة بالمجان بهدف توفير حياة كريمة لهم بتضمن المعيشة في سكن مناسب وبتتوفر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية. شهدت مدينة إسنا في محافظة الأقصر افتتاح فعاليات معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وده كان بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. وهيستمر المعرض طول السنة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وكلمينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا ملاحظين في انحسار لسقوط الأمطار وبتبقى في أماكن تانية خفيفة وأماكن تانية متقطعة. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الأيام تحديدا واليوم بنشهد استقرار في الأحوال الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار فقط في السواحل الشمالية للبلاد، وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، بتكون على فترات متقطعة من اليوم. والسواحل الشمالية دي أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والإسكندرية، شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بعض المناطق كمان من دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي هي كلها المعرضة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بيكون معها فرص لسقوط الأمطار، واللي بنأكد أنه غير مؤثر إن شاء الله خلال هذا اليوم على أعمال الأنشطة اليومية. مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، السحب دي بتحجب جزء من أشعة الشمس على شمال البلاد، فبالتالي بتخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة، وإحنا بنشهد انخفاض درجات الحرارة
خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل. الأجواء خلال فترات النهار مع تقطع أشعة الشمس خلال فترة النهار بنحس بالأجواء الشتوية اللطيفة على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. طقس دافي ومعتدل تماما على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير. هتوصل الصغرى خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى لعشر درجات، أحيانا بتوصل في بعض المناطق ل 11 درجة مئوية. يعني أجواء خلال فترة الليل من باردة إلى شديدة البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، بالإضافة كمان أن الظاهرة الجوية اللي بتأثر على أغلب المناطق الداخلية هي تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية. مهم جدا ناخد بالنا من معاد تكون الشبورة المائية وكمان القيادة على أغلب الطرق. دايما كثافة الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، ومتوقع كمان ان الشبوره المائيه دي تستمر معانا غدا الاحد ان شاء الله. لكن احنا مع غدا الاحد هنبدا نتاثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع ايضا منخفض سطحي على البحر المتوسط، هيبدا تاثيره غدا الاحد على المناطق الغربيه الموجوده في مطروح وسواحلنا الشماليه الغربيه. مع تقدم ساعات النهار هيبدا المنخفض الجوي يتحرك من الجهه الغربيه للجهه الشرقيه، فيبدا في ساعات الليل المتاخر غدا يبدا ياثر على باقي المناطق الداخليه بأمطار. الأمطار دي هتكون متفاوتة الشدة وأمطار رعدية، ويتساقط معها حبات البرد في بعض الأماكن، وهيستمر فرص الأمطار معانا حتى مساء يوم الاثنين إن شاء الله. بتحرك المنخفض من الجهة الغربية للجهة الشرقية، كمية الأمطار مع يوم الاثنين هتبقى أكثر في المناطق الموجودة في شرق جمهورية مصر العربية. نشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 20-11، اسكندرية 20-13، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 19-13، دمياط 20-11، بورسعيد 19-11، إسماعيلية 20-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-12، كاترين 14-4، طابة 19-11، حلايب 21-14، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10، بني سويف 20-9، الوادي الجديد 20-10، أسيوط 19-8، سوهاج 22-9، قنا 22-9، الأقصر 22-8، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 11. ودي كانت يعني تفصيلة عن درجات الحرارة المتوقعة وأخبار الطقس النهاردة. هناخد بالنا أن في شبورة مائية بتبقى من بالليل متأخر لحد الصبح بدري، الجو ممكن يبقى لطيف بالنهار، لكن نكمل في لبسنا التقيل لأنه في انخفاض في درجات الحرارة في الأيام اللي جاية. نرجع مرة تانية لشاذلي وباسنت نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. دلوقتي يا مشاهدينا هنروح نتابع مع حضراتكم أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق العرض المسرحي نقدر في دار الأوبرا، واللي بيجي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالمشاركة مع قنوات مدرستنا وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإحياء المسرح المدرسي. وهيستمر العرض على مدار أيام السبت والحد 7 و8 يناير، وهيناقش مجموعة من القضايا من خلال الاستعراضات المسرحية زي رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم. النهاردة هتبدأ هيئة السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة المنصورة والإسكندرية المنصورة، وهيتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة القاهرة المنصورة. كمان هيتم تشغيل قطار 3021 و3022 بعربات درجة ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية خدمة جديدة، وهيقوم من المنصورة الساعة 7:05 وهيوصل إسكندرية الساعة 10:10.
وده بيجي في إطار التطوير المستمر اللي بتقوم بيه الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكك الحديدية لراحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال تشغيل القطارات. النهاردة والعشاء الدوري المصري هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة. هيلتقي بيراميدز مع غزل المحلة الساعة 3:15، الساعة 7 سيراميكا كيلوباترا هيواجه فيوتشر، والمصري مع الاتحاد السكندري. النهاردة العشاء الدوري الأسباني هيكون معادهم مع ثلاث مباريات قوية في الجولة 16 من عمر المسابقة. فياريال هيواجه ريال مدريد الساعة 5:15، والساعة 7:30 بالليل ريال مايوركا هيواجه بلد الوليد، والساعة 10 بالليل إسبانيول مع جيرونا. احنا في صباح الخير يا مصر مكملين احتفالاتنا بعيد الميلاد النهارده الحلقه كلها تقريبا، لكن خلونا كمان نشوف المحافظات فيها ايه. نروح مدينه الغردقه نتابع فيها قداس العيد واحتفالات الكنيسه في المدينه، وتقرير خاص لبرنامجنا صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة طبعا في مطرانية البحر الأحمر كنيسة أنبا شنودة، كنا النهاردة بنقابل المهنئين، مجتمع جميل، مجتمع نموذجي، مجتمع البحر الأحمر بقيادة معالي الوزير السيد المحافظ عمرو حنفي، القيادات، الجيش، الشرطة، قيادات الوزارات، سادة وكلاء الوزارة، رؤساء المدارس، النظار، يعني المجتمع كله متعاون، فرحان بمسؤوليته، عارف ان احنا هنا ملتقى كل الامم، وحاطين قدامنا كلمة ان احنا نكون ونصير مشتهى كل الامم. ربنا يعيد الايام بخير كل على الشعب المصري، ونهني نفس لام بلاريون بالعيد المجيد ورئيس السيسي وكل الشعب المصري وكل القيادات الأمنية. كل سنة وانتم طيبين والإخوة الأقباط بخير، ودايما يا رب تسود الوحدة الوطنية بيننا كلنا. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الميلاد المجيد أحب أشكر الأمن قايم بدوره على أكمل وجه، وعيد سعيد على كل المصريين. إحنا جايين النهاردة عشان نحتفل مع إخواتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. من احتفالات محافظة البحر الأحمر إلى احتفالات محافظة الأقصر، دلوقتي هنتابع قداس عيد الميلاد واحتفالات الكنيسة في المحافظة، وتقرير خاص لبرنامج صباح الخير يا مصر. نقول كل سنة وانتم طيبين، وتعيشوا وتجونا في المواسم والأعياد الدينية والأعياد القومية، ودي هي طبيعة مصر. مصر بخير بشعبها وبكل المحبين اللي هم بيقدموا محبة خالصة، لأن شعب مصر شعب عريق يعني امتد إلى عبر العصور، وهو انفرد في الإنجيل آية لمصر يقول مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، دي حاجة مخصوصة وربنا حاطط عينه على مصر. ونقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الآن بخير، وتعيشوا وتجون القناة وانتم طيبين. نبارك ونهنئ الإخوة الأقباط وعلى رأسهم الأنبا يوساب والقائمين على الكنيسة، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان واستقرار. طبعا مناسبة عيد الميلاد المجيد دي مناسبة قيمة ذو قيمة كبيرة جدا لمصر، وهي طبعا بتمثل كل المصريين، وهو عيد ميلاد مجيد للكل،
ويا رب كده دايما أعياد الميلاد المجيد تبقى سعيدة علينا دايما، وتجيب لمصر كده يا رب كده الأمن والأمان والخير، ويجعلها سنة سعيدة طبعا، لأنها هي بتواكب مناسبة عيد الميلاد المجيد أنها في بداية أول سنة قبطية بتبقى من السنة. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة وفخامة الرئيس طيب، كل سنة والشعب المصري كله سعيد ومبسوط، وأرض مصر كلها خير، وزي ما مكتوب في الكتاب المقدس المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احنا النهاردة بنقول احنا في عيد السلام، والمسيح جيب رسالة السلام، فاحنا بنقول مصر طيبة، يا رب مصر بخير دايما، يا رب شعب مصر دايما بخير، جيشها وشرطتها وكلها دايما يا رب كلنا موفقين في ظل حماية ربنا في الأول، وفخامة الرئيس دايما رعينا وسندنا واقف في ظهرنا دايما. يعني من مظاهر احتفال العيد بشكل ملحوظ ظهرت أعداد كبيرة من السياح لقضاء احتفالات عيد الميلاد في مختلف المدن السياحية المصرية، وده طبعا نظرا لعوامل كتير. لو هنتكلم عن الطقس المعتدل في مصر وكمان تواجد مقاصد سياحية وترفيهية كتيرة جدا، ولو كلمنا عن طبعا محافظة الأقصر اللي هي شايفة في الحقيقة إقبال كبير جدا من السياح بسبب طبعا الآثار اللي فيها، الجو الحلو اللي فيها. خلونا نعرف تفاصيل كتيرة جدا من الدكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك. برحب بيك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ بسنت، صباح الخير أستاذ شاذلي، وكل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك عليكم وعلى مصر كلها طبعا إن شاء الله. حضرتك بألف خير. يعني حابين نعرف مظاهر الاحتفالات بالتزامن طبعا مع عيد الميلاد المجيد عاملة إزاي في محافظة الأقصر؟ يمكن احنا اليومين دول طبعا في يعني نقدر نقول اجواء جميله جدا جدا، اجواء احتفاليه خاصه في الاقصر. يمكن المدينه كلها تزينت بشكل جميل جدا، الشوارع في الميادين في زينه بتاعت اعياد الميلاد وراس السنه بشكل جميل جدا، يعني حاز على اعجاب الزوار خاصه بمدينه الاقصر. بنلاحظ كتير جدا من الزوار سواء كانوا مصريين او اجانب بيتصوروا مع يمكن الزينة الخاصة بأعياد الميلاد بشكل جميل جدا يعني. بالإضافة كمان حتى إضاءة الجبل الغربي للأقصر برضو مدية منظر جميل جدا جدا، كل ده من خلال برضو الاهتمام بالبنية التحتية للأقصر كلها بصفة عامة. أكيد. الاهتمام بتقديم خدمات الزوار والسائحين بشكل جميل جدا يعني. طب لو بنتكلم عن يمكن جنسيات السياح دول، هيبقوا أغلبهم من أوروبا الشرقية ولا منين؟ بالفعل يا فندم، هو اغلبهم فعلا من اوروبا الشرقيه، في بعضهم من امريكا اللاتينيه كمان برضو. يمكن هي اسواق مختلفه، دايما الوزاره بتحاول تجيب يعني جنسيات مختلفه من مختلف دول العالم بصفه عامه. طيب ده عظيم جدا. اعتقد ان محافظه الاقصر الايام دي بتشهد حاله من الرواج السياحي، لسه من كام يوم كنا حتى في مداخله مع حضرتك بنتكلم عن الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر وتعامد الشمس، وبكل تأكيد حضرتك ذكرت لنا أنه في عدد كبير جدا من السياح كانوا موجودين. نسب الإقبال كانت عاملة إزاي وإحنا استعدينا إزاي ليوم زي ده؟ يمكن إحنا عندنا على طول شبه كالندر كده، أو يعني نتيجة سنوية خاصة بالإيفنتس أو الأعياد أو الاحتفالات الخاصة بمدينة الأقصر تحديدا. يمكن نسب الأشغال أنا شايف إن هي مبشرة جدا جدا، الأعداد برضو كويسة جدا جدا بالنسبة للموسم ده مقارنة طبعا مع المواسم السابقة. يمكن زي ما حضرتك ذكرت الانقلاب الشتوي وتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك، ده برضو كان كالندر ومناسبة محطوطة يعني يمكن في السنة على طول، في يمكن أجانب كتير بيجوا علشان يحضروا الإيفنت ده. بعد كده في قبل كده طبعا كان في الاحتفاليه بتاع الطريق الكباش، ودي كان ليها اثر كبير جدا في التسويق للاقصر والمصر بصفه عامه باعتبارها مقصد سياحي مهم جدا، خصوصا في ظل الاكتشافات الحديثه اللي بتحصل في يمكن مصر كلها والاقصر. حتى الاحتفاليه نفسها كانت بعنوان الاقصر في ثوبها الجديد، هي طبعا حاجه مهمه جدا جدا. وقبلها طبعا كان موكب المومياوات والحاجات اللي هي السريه كده، اللي تعتبر خير سفير لمصر ان احنا بنصدر صوره مصر او قوه مصر الناعمه
في حضارتها وفي ثقافتها للعالم كله، واللي احنا من خلالها دايما بنشوف اعداد متزايده من الاجانب والزوار اللي هم بيجوا يزوروا مصر. يعني زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي، لو انا يمكن قارنت من كام سنه كده فاتت انا كنت في الاقصر، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي، لا في اختلاف كبير جدا طبعا واضح حتى في الشوارع. وعجبني قوي المسرح اللي موجود ده والعروض اللي عليه. ولو انا بتكلم على، خليني اتكلم على يوم راس السنه بالذات يا فندم، ولو قارنته مع باقي ايام السنه، ايه مظاهر الاحتفال المختلفه اللي حصلت فيه لو قارنته مع بقيه ايام السنه؟ وهنعمل ايه عشان نسيب زي ما بيقولوا كده انطباع كويس عند السياح دول عشان يجوا تاني كمان شهرين وكمان ثلاثة ويجوا تاني في الصيف؟ يمكن احتفال راس السنة دي في الأقصر كان مميز جدا. لأول مرة احنا بنشوف يمكن تناغم كبير جدا جدا ما بين ان أهل الأقصر المحليين والأجانب. أنا عايز أقول لحضرتك كانت الساعة 12 بالليل زحام غير عادي وغير مسبوق في شوارع الأقصر بصفة عامة. كان في يمكن يعني شارع الكورنيش، في الشوارع الرئيسية اللي موجودة في الأقصر كلها كانت بتشهد احتفالات. يعني مش هتكلم على مسرح واحد ولا على ميدان واحد، لا لا لا، البلد كلها كانت في حالة احتفالات. بمجرد حتى ما جت الساعة 12 بالليل معلنة طبعا بدء العام الجديد، الألعاب النارية يمكن عملت في الأقصر جو جميل جدا ومبهج من كل الأماكن. فلا كان في احتفالية كبيرة جدا. فواضح هنا مش هتكلم أنا بس على كمان مجهودات الدولة اللي حصلت، ولكن أيضا الشعب الأقصر ذات نفسه مضياف كانوا فرحانين جدا جدا بزيادة الأعداد الزوار، وفي نفس الوقت برضو مناسبة مهمة جدا زي كده. فالناس كلها نزلت احتفلت مع الزوار الأجانب من جنسيات مختلفة في الشارع، كأنهم يعني في تناغم جميل جدا جدا. وكانت ظاهرة بصراحة حلوة جدا، وبنلمسها ان في بقى صداقة خلاص، وبقى في مثلا ود وتعارف ما بين الزوار اللي هم الأجانب وشعب الأقصر. خلاص بقوا أصحاب مكان زي ما دايما بنقول. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن الآثار اللي موجودة في الأقصر، الآثار القبطية اللي موجودة في الأقصر، عن الأديرة اللي موجودة، عن الكنائس. يمكن الكنائس الأقصر برضو ليها فيها آثار طبعا مهمة جدا بترجع للعصور القبطية. في عندنا أديرة برضو مهمة جدا، سواء إذا كان في البر الشرقي دير الشايب، في عندنا في البر الغربي دير الشهيد طودروس المشرقي، في عندنا في إسنا دير الشهداء. في يمكن أديرة كتير جدا جدا طبعا ليها وزنها، بالإضافة كمان للآثار نفسها اللي هي آثار قبطية المنتشرة في متحف الأقصر للفن. في عندنا يمكن آثار قبطية بنجد آثارها حتى وقتنا هذا، نقدر ندرجها كمان يا فندم في برنامج زيارة السياح. بالتأكيد بالتأكيد طبعا في حاجات كتير جدا، حتى يمكن احنا معابد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش موجود فيهم آثار قبطية، ودي حاجات بتسري الآثار بصفة عامة وبتوضح مرحلة مهمة جدا من تاريخ مصر القديم بشكل يمكن جميل جدا. فلا الآثار القبطية طبعا منتشرة وموجودة في الآثار المصرية بشكل كبير جدا يعني. طيب احنا يعني عايزه ارجع تاني لحته الماركتنج او التسويق. صحيفه ذا سان البريطانيه، ويمكن استعرضنا ده امبارح مع حضراتكم في حلقه امبارح، انه الصحيفه دي وضعت مصر في مقدمه الدول المميزه، وخاصه لو اتكلمنا في فصل الشتاء. التصنيفات دي ليها مردود مهم جدا ودور كبير على حركه السياحه ونسب الاقبال. يعني ازاي اقدر استخدم المقاله زي دي من صحيفه انجليزيه مرموقه معروفه كل الناس يعني بتتابعها، عشان اجذب اكبر عدد ممكن من السياح، خاصه لو هتكلم على فصل الشتاء لكونه مميز طبعا في محافظه الاقصر؟ بالتأكيد يمكن المقالة دي ليها أثر كبير جدا جدا، خصوصا أن هي من الصحف العالمية المنتشرة وليها انتشار كبير جدا على مستوى العالم مش بس في إنجلترا. ده يمكن خير دليل على اللي حصل هنا في مصر من أعمال تطوير. يمكن عندنا يعني سمعتنا حلوة جدا جدا برة فيما يخص في التعامل مع الحاجات اللي هي الامور السياحيه، حتى المشكلات اللي حصلت في الكورونا وغيره، احنا يمكن شهدنا نسب كويسه جدا جدا بعد الكورونا. ده من خلال الاجراءات اللي اخذتها الدوله طبعا للقضاء على المرض وعدم انتشاره. كمان في عندنا الاهتمام والتركيز على مقاومات مصر السياحيه. احنا في عندنا مثلا الفتره اللي حاصله حاليا والحروب القائمه مثلا في روسيا واوكرانيا، ارتفاع اسعار الغاز والتكلفه الحاجات دي كلها،
مصر دلوقتي تعتبر وجهة سياحية مثالية جدا جدا للهروب من البرد القارس في يمكن في أوروبا والحاجات دي، وطبعا التوجه فإحنا عندنا يمكن أيام كبيرة يعني عندنا سبب قوي إن إحنا نشد السياح أكتر وأكتر. يعني أنا مبسوطة جدا بالتطورات الكبيرة اللي حاصلة في محافظة الأقصر، وبنتمنى كده إنه إن شاء الله كل أيامنا تبقى عيد، وإن شاء الله يبقى فيه حاجات أكتر وأكتر نقدر نجذب بيها جنسيات مختلفة لزيارة طبعا محافظة عريقة زي الأقصر. كل الشكر لك دكتور مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك. دلوقتي مشاهدينا هنروح لموجز لأهم الأخبار مع لميا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال كلمة له دعا الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره. كما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة والوطنية وألا يستمع لمن هم في غير موضع المسؤولية. وأضاف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه، مؤكدا حرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن تلك المناسبة العطرة تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية. ودعا الرئيس السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. هنأت السيدة انتصار السيسي قارنة رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ودائما معا على أرض المحبة، تلقى القيمة العظمى في رسالة السيد المسيح عليه السلام. فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي. وجاء فوز ماكارثي في الجولة 15 من التصويت بفارق 216 صوتا مقابل 211 صوتا، وأنهى فوز ماكارثي الأزمة التي لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 160 عاما في الهيئة التشريعية الأمريكية بعد فشل التصويت في 14 جولة. هذا وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ماكارثي بفوزه برئاسة النواب، معربا عن استعداده للتعاون مع الجمهوريين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية أمريكية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من العمليات العسكرية الروسية. وأوضح بلينكين أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد أخرى لدعمها. من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الحزمة استخدمت أكبر حصة من سلطة السحب الرئاسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وستسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات هامفي وشاحنات وذخائر من المخزونات بسرعة دون موافقة الكونغرس، استجابة لحالة طارئة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الممارسات التي ينفذها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، معتبرا أنها جريمة لا علاقة لها بحرية الفكر أو التعبير على حد قوله. جاء ذلك خلال استقباله وزيري العدل والداخلية. هذا وقالت الرئاسة التونسية إن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون.
قالت الرئاسة في مالي إن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من كوت ديفوار تم اعتقالهم في يوليو الماضي واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي. وقال متحدث باسم الحكومة في مالي إن الرئيس الانتقالي أسمي كويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من كوت ديفوار، مشيرا إلى أن هذه البادرة تظهر التزام الرئيس الانتقالي بالسلام والحوار والوحدة الإفريقية. أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الصين سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 5 وفيات في اليوم السابق. وقال المركز إن الحصيلة الرسمية لعدد حالات الوفاة جراء الفيروس ارتفعت إلى 5267 وفاة. وتسعى الصين لتقليل احتمالية حدوث تفشي جديد واسع النطاق لكورونا خلال ذروة موسم السفر لقضاء عطلة العام القمري الصيني الجديد هذا الشهر بعد انتهاء معظم تدابير احتواء الجائحة. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الحقيقة المشهد اللي شفناه امبارح أثناء صلاة القداس في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية من حب وفرحة ومشاركة بين أبناء الشعب المصري، المشهد ده مش في مصر بس، المشهد ده هتلاقوه بين المصريين وبعضهم في الخارج ومع أصحاب البلد كمان، رسالة بتبعتها كل جالية مصرية في الخارج عنوانها الحب والتعايش والسلام. يمكن الجالية المصرية في لندن ضربت المثل في هذه الرسالة الجميلة عشان نقرب أكتر كمان معانا عبر زوم الأستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصري في لندن. يا أستاذ مصطفى صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا أستاذ شاذلي أستاذ أبسنت، صباح الخير على مصر وكل أهل مصر وكل حبايبنا في مصر. صباح الخير يا رب. صباح الفل عليك وكل سنة حضرتك طيب وكل المصريين عندك بخير. عايزين نتكلم معاك عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد عندكم في لندن. الحقيقة دي حاجات أصبحت عادة سنوية عندنا ويعني من سنين عديدة، والمصريين كنسيج واحد في لندن بيحضروا بيشاركوا إخوانهم في شركاء الوطن في كل أعيادهم، بس دي مناسبة خاصة طبعا فإحنا متعودين عليها، وكل رؤساء التجمعات المصرية بيروحوا يهنوا، كذلك كل أعضاء السلك الدبلوماسي مقدمتهم السفير شريف كامل، القنصل العام سعادة السفير محمد أبو الخير، ملحق الدفاع اللواء أركان حرب أحمد المشرفي، السفير الفلسطيني كمان حاضر معانا الاحتفال بقاله كم سنة بيحضر معانا، كل المستشارين، كل أعضاء البعثة الدبلوماسية وكل أبناء الجالية المصرية في بريطانيا بيتجمعوا على هذا اليوم. وفي الحقيقة إحنا يعني محظوظين إن إحنا عندنا عدة كنائس مصرية في لندن، العدد كبير فبنقدر نزور بعض منهم. فبالأمس كان طبعا مشرف الاحتفال كل القساوسة المصريين برضو في لندن، دي مناسبة سعيدة جدا بنحتفل بيها كل سنة، وفي احتفالات أخرى كمان بنشارك أخواننا وشركائنا في الوطن في كل احتفالاتهم. يعني يمكن حضرتك بتتكلم على قد ايه المصريين دايما نسيج واحد وبيحتفلوا دايما مع بعض وبيشاركوا في الوطن، وفي الحقيقه يعني بيشاروا كده او بيشاركوا باكزامبل حلو قوي، مثال لطيف قوي في لندن. يعني ايه المواقف اللي ممكن تسترجع كده وحضرتك بتتكلمنا النهارده تضرب لنا بيها المثل في قد ايه المصريين في الخارج بيضربوا كده مثال للسلام والتعايش وبيخلوا الناس تتفرج عليهم كده تقول الله؟ هو هقول لحضرتك ما فيش مناسبه احسن من المناسبه دي، طبعا بجانب مناسباتنا في رمضان، بجانب مناسباتنا في الاعياد الاخرى واحنا دايما مع بعض، فالمناسبات دي هي اللي بتثبت ان المصريين هم فعلا نسيج واحد، هم واحد ما فيش اي فرق بينهم، فرحانين لبعض بيهنوا بعض. واحنا النهارده طبعا برضو صباح اليوم على فكره احنا الساعه 6 صباحا في لندن، كمان 3 ساعات هنكون في الكنيسه الكبيره في ستيفنج في حضور جميع القساوسة المصريين وبرضو أعضاء السلك الدبلوماسي عشان نهنيهم بالعيد. فالمناسبات ده هي خير دليل وأكبر مثال على أن الشعب المصري نسيج واحد، على أن هم إخوة شركاء في وطن واحد، دي المناسبات اللي بتثبت هذا الكلام.
عظيم. أستاذ مصطفى، هل الطقوس بتنتهي عند الزيارات فقط وحضور القداس، ولا في بعد كده احتفالات بقى؟ هو زي ما قلت لحضرتك، احنا محظوظين ان في عدد كبير من الكنائس المصريه في مختلف ضواحي وبلاد انجلترا، فاحنا بنحاول نحضر في اكبر عدد منهم. امبارح تمكنا من زياره 4 كنائس، انما احنا عندنا اكثر من 20 كنيسه مصريه في بريطانيا. فطبعا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نهني كل اخواننا وكل حبايبنا. الطقوس طبعا بيبقى في وقت معين بالزياره علشان الضيوف، ده القداس طبعا بيقعد لفتره طويله، هم بيستقبلونا من 8 مساء، هم بيقعدوا بعد نص الليل طبعا. فاحنا بيدوبك بنعدي على الكنيسه دي والكنيسه دي ونهني حبايبنا هنا وحبايبنا هنا، فالقداس بيستمر بعد منتصف الليل. انما احنا بنروح فتره زياره تهنئه ونقدر نعدي على بقيه الكنائس. طب يعني استاذ مصطفى، حضرتك بتقول دلوقتي انك بتعدي على الكنائس وتحتفل مع طبعا الجاليه المسيحيه في لندن، لكن بتحتفل انت بقى ازاي؟ يعني هل بعدها بتروحوا؟ كنا لسه بنتكلم انا ويمكن شاذلي في الاول، بنقول ان احنا ذكرياتنا مع اصدقائنا ان احنا بنروح بعدها بناكل مع بعض، هم بيفطروا احنا بنشاركهم ده. هل في مظاهر احتفال تانية بالشكل ده ولا لا؟ عايز اقول لحضرتك برضو ان الاحتفالات دي بدايه من بابا شنوده، وده برضو كان عاده، كان كل سنه بيجي يشاركنا رحمه الله عليه. انما في مظاهر اخرى طبعا للاحتفال، وهم لهم افطار لان هم صايمين بقى لهم فتره طويله، ولهم طقوس معينه في الافطار، وجبات معينه في الافطار، وهي بتشبه وجباتنا تماما لان هي بتبقى عباره عن الفته المصريه بتاعتنا، بس بيكون عليها كبده اسكندراني كده. ده هنا ما بقتش زي بتاعتنا يا استاذ مصطفى. هنا ما بقتش زي بتاعتنا بقى. طب عايزين احكي لي، طيب طعمها حلو؟ انت لازم تتغير في الفته شويه وتعمل شويه حاجات كده. انت فتحت نفسنا على الصبح والله يا استاذ مصطفى. انما يعني الوجبات الخاصه دي اللي احنا برضو بنشارككم فيها يعني. طبعا لازم نشارك. واحنا برضو كل سنه بيكون لنا احتفال خاص، بنعمل احتفال للكريسماس، بندعي فيه جميع الكنائس الموجوده، وكل كنيسه بتاخد ترابيزه ب10 ضيوف وعلى راسهم القسيس بتاع الكنيسه. كذلك في يعني هم بيردوا نفس الحكايه في رمضان، وبيكون في افطار رمضاني في الكنيسه. فاحنا دايما مع بعض، دايما بنحتفل مع بعض. الطقوس هنا طبعا بيخرجوا، هم طبعا النهارده العيد بيخرجوا للحدائق والجناين ويزوروا بعض ويتزوروا، ونشوف مظاهر البهجه والفرحه ان هم فطروا النهارده، ما هم كان عندهم صيام. صحيح. فبيفطروا النهارده ويبتدوا ياكلوا اللحوم بقى، الحاجات اللي هم كانوا صايمين عنها، وكلنا بنشاركهم في هذا الاحتفال الجميل. وربنا يديم الاعياد والافراح على شعب مصر كله يا رب، وبرده الذكريات الجميله اللي احنا بنحتفظ بيهم لما كان البابا شنوده بيجي كل سنه، وكان بيجي يدي لكل الناس الحاضرين ميداليات عليها الهلال والصليب من الكنيسة. طبعا الظروف اتغيرت دلوقتي بعد الكورونا، وبنرجع للاحتفالات يعني كنا انحرمنا منها كذا سنة. صحيح. إنما دلوقتي ابتدينا نرجع للاحتفالات بتاعتنا، وابتدينا نشوف بعض ونحتفل مع بعض، وربنا يديم هذه الأعياد دايما يا رب، ويعدي يا رب على مصر بالأمن والرخاء والسلام. أستاذ مصطفى، يعني حضرتك وكل الجالية المصرية سفراء لمصر في لندن، إيه رسالة حضرتك تحب تسيبها النهاردة لكل مصري عايش في الخارج عشان يقدر انه ينشر رسالة سلام بتعبر عن اخلاق المصريين؟ هو تضامن ووحدة المصريين بالذات. على فكرة نسيت اقول لك ان احنا كجاليات مصرية في اوروبا واتحاد الكنائس المصرية في اوروبا، لو حضرتك قلبت في السوشيال ميديا هتلاقي نفس الكلام حصل في ايطاليا، نفس الكلام حصل في فرنسا، نفس الكلام حصل في بلجيكا، في كل البلاد الاوروبية. يعني انا بتطلع للسوشيال ميديا بشوف كل زمايلنا وحبايبنا في بلاد اوروبا نفس الحكاية، نفس الاشتراك، نفس الاحتفال، نفس السعادة والبهجة على كل الناس. احنا عندنا دايما طقوس وعادات بنحافظ عليها في الغربة، وعندنا هنا احنا زي ما حضرتك بتقول سفراء وخط الدفاع الاول، ودي حقيقة، وبالذات عشان عندنا في لندن انت عارف معقل اخواننا البعدة. فطبعا احنا دايما لهم بالمرصاد، ودايما بنوضح كل حاجة. احنا كنا لسه بعتين رسالة احتجاج
رئيس الوزراء البريطاني في خلال زيارته لمصر وما تم منه، بعتنا للخارجية البريطانية وجات لنا ردود، وما زلنا في اشتباك معهم عشان نوضح الحقائق ونوضح كل شيء، ان مش كل واحد يدافعوا عنه، لازم يعرفوا هم بيدافعوا عن مين ويحافظوا على اسمهم برضه، لان احنا بنعتبر نفسنا مصريين بريطانيين، مصريين الاول وبريطانيين ثانيا. يعني عندك الجالية المصرية عمرها بريطانيا النهارده تعدى 50 سنة، فكل الناس الموجودة بتشترك إن هي تدافع عن مصر، بتشترك إنها توضح الحقائق. فإحنا دايما على تواصل، وعلاقتنا طيبة جدا مع الخارجية البريطانية والبوليس البريطاني والبلدية، وبنشارك برضو هما بيشاركونا في هذه المناسبات وهذه الأفراح. طيب عايزين نغتنم وجود حضرتك معانا يا أستاذ مصطفى، وتكلمنا أكتر عن بيت العائلة المصري. إحنا دايما نسمع مثلا عن الجالية المصرية في دولة ما، لكن بيت العائلة المصري عايزين نعرف دوره إيه. شو بقى ده، له حكاية جميلة جدا وظريفة جدا. احنا في حادث كنيسة القديسين في اسكندرية دعتنا معالي الوزيرة عيش عبد الهادي عشان نشارك الشعب المصري ونوسيه، وفي هذه الزيارة هذه المناسبة كان في لقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الطيب والبابا شنودة في مشيخة الأزهر. وبعد ما تم اللقاء الطيب طبعا في وجود معالي الوزيرة عيش عبد الهادي في هذا الوقت، قلت لهم أحب أدعيكم لافتتاح النادي المصري في لندن. ففضيلة الإمام الأكبر قال لي نيجي على شرط. قلت له تحت أمرك. قال لي لا تسموه مقر الجالية ولا تسموه البيت المصري، سوري، ولا تسموه النادي المصري، انما نيجي سميتوه بيت العائله المصريه في لندن. ومديت ايدي وسلمت عليه واتفقنا، وكان مفروض الافتتاح يكون 31 يناير، انما جاء بقى ما تسمى بالثوره 25 يناير، وانما ما زال المكان اسمه بيت العائله المصريه. وهم في مصر في الوقت ده كانوا لسه بيبتدوا يكونوا بيت العائله المصريه. هي فكرة جميلة جدا، والبيت دون بالضبط زي ما كانوا بيفكروا فيه في مصر. هو مبنى كبير جدا على فكرة، وفيه فاسيلتيز كتيرة جدا للأفراح، للمناسبات، للصلاة. يعني احنا عندنا مختلف أنواع الخدمات في هذا البيت، بيجي يحضروا جميع العمد بتوع لندن أو العمد بتوع المناطق التانية في مناسبات مختلفة، بيجي يعملوا فيه كامبين، البوليس بيجي يعمل فيه اجتماعات، البلدية بتيجي تعمل فيه نصائح للمجتمع. عظيم. فهو بيت شامل ومتكامل، وبالذات في المناسبات السعيدة بتاعتنا اللي هي زي مناسبة العيد النهاردة وبنعمل عشاء كريسمس ورمضان والتجمعات بتاعته والاحتفال بالأعياد. فإحنا هنا بنضرب مثال ونموذج للتضامن وتجانس واتحاد وحب المصريين لبعض في المهجر وفي الغربة. بيت العائلة المصرية، جميل فكرة البيت، يعني هو فعلا وحضرتك بتحكي عليه بكل الفاسيلتيز اللي فيه ده مدينا كده احساس انه فعلا فعلا ده بيت عيلة. وبنتمنى لكم ان انتوا دايما تبقوا كده في رباط مستمر وتبقوا دايما سند لبعض. فكرة حلوة ان دايما اي حد مغترب مصري او عايش بره حتى يحس انه في بيت عيلة يقدر ان هو يلجأ له في اي وقت لو في اي حاجة محتاج فيها، سواء مساعدة او مشورة او ايا كان. كل الشكر ليك الاستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصري في لندن، شكرا ليك وكل سنة وحضرتك بألف خير. وسط أجواء مختلفة بعد افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة بتشهد الاحتفال بأول عيد ميلاد، وطبعا المدينة عندها مقومات خاصة بيها بتخلي الاحتفال فيها مميز جدا، خصوصا إنها بتطل على البحر، وكمان تم العمل على تمهيد الشواطئ والجلسات المهيئة للاحتفالات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الأجواء هناك. معنا على التليفون المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور، صباح الخير. أهلا بيك يا فندم. يعني وصف لنا كده بداية الأجزاء اللي بتشهدها مدينة المنصورة الجديدة، خاصة أنه أول احتفال ليها بعد افتتاح سيادة الرئيس، يعني عيد ميلادها الأول، خلينا نقول مشاهد الاحتفال فيها عاملة إزاي؟ إحنا بداية بنتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لجموع المصريين والإخوة الأخبار ومناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاد الله علينا دوما بالصحة والرخاء والازدهار والخير والأمان. والحقيقة إن في مئات من المواطنين متواجدة حاليا وامبارح الجمعة على كورنيش المنصورة الجديدة. كورنيش المنصورة الجديدة اللي بيمتد بطول 4200 متر
اللي تم الانتهاء منه تماما، وكان احنا تشرفنا بوجود فخامه رئيس الجمهوريه وقام بتفقده وافتتاحه. وهو الحقيقه بيحتوي على العديد من الكافيتريات، حاليا جهاز المدينه مجهز كافيتريات لخدمه المواطنين الموجودين، وموجود عليه اماكن جلوس وملاعب ومنتجات للاطفال وحرس دراجات وبرجولات، واضافه الى ملاعب خضراء لخدمه المواطنين المتواجدين حاليا. فعلا انا موجود هناك وموجود في مواطنين كتير على الكورنيش عندنا. يعني احنا شايفين على الشاشه دلوقتي كمان الشكل النهائي يمكن للمباني الجاهزه والخالصه في مدينه المنصوره الجديده، يعني حاجه طيب. بصراحه جميله جدا. حاجه كمان ممكن نتكلم عنها يا بسنت، عن ابرز مقومات المدينه للجذب السياحي. حضرتك قلت ان في اهالي كتير خرجوا وفي متنزهات والناس مبسوطه وفرحانه، ابرز مظاهر الجذب ايه في المدينه؟ طب هو المدينه طبعا المساحه الاجماليه لها 7200 فدان، المرحله الاولانيه اللي تم تشرفنا بافتتاحها في فخامه رئيس الجمهوريه 2063 فدان، وهي الحقيقه تحتوي على 19430 وحده بكامل المستويات، وهي من احدى مدن الجيل الرابع اللي تتميز ان هي مدن مستدامه. مدن مستدامه يعني فيها جميع المستويات الاسكان، وبالتالي فده نقطه جذب لجميع المستويات المختلفه ابتداء من الاسكان الاجتماعي المميز 58 عماره، وسكن مصر 196 عماره. عظيم. وجنه مصر 168 عماره، بالاضافه لاسكان الفيلات وهو الحقيقه 1149 فيلا، وده حوالي 15% من اجمالي الوحدات المتاحه للمنصوره الجديده. وبالتالي فوجود تنوع الاسكان ده طبعا جذب لجميع مستويات المواطنين. بالاضافه ان المدينه من عناصر الجذب فيها ان هي مدينه خضراء، تسمى مدينه خضراء. نسبه المناطق الخضراء فيها حوالي 25% من اجمالي المساحه الاجماليه، يعني المساحه عندي 7200 فدان، المناطق الخضراء بس حوالي 2000 فدان. بالاضافه من عوامل الجذب ايضا ان هي مدينه خدميه، يعني مدينه فيها كامل الخدمات، في 2 مدرسه تعليم اساسي ومركز صحي و8 اسواق تجاريه ومركز شرطه واطفاء ومحطه بنزين و5 مساجد و2 كنيسه. طبعا احنا في تعليمات مشدده من رئيس الجمهوريه يكون متواجد خدمات الدينيه، موجود مساجد، موجود كنائس. بالاضافه ان المدينه من الجذب فيها ايضا ان هي مدينه ذكيه، يعني مدينه من المدن الجيل الرابع اللي تتميز ان هي تكون مدن ذكيه، يعني فيها التكنولوجيا الحديثه للاتصالات بتستخدم لخدمه المواطنين. يعني في اعدادات ذكيه لكل وحده من الوحدات اللي موجوده في المدينه، في أعمدة ذكية بها كاميرات مراقبة لخدمة المواطنين أو المناطق كلها عندي متغطية تغطية أمنية، بالإضافة إن في تحكم آلي في المراقب، وطبعا دي حاجة مش موجودة في المدن الأجيال السابقة، إن في تحكم آلي في المراقب في مركز التحكم الرئيسي للجهاز، يحصل أي مشكلة عندي بمراقبة الضغوط، بارتفاع الضغوط، انخفاض الضغوط في الشبكات، بضغط الزر أقدر أوقف القطاع المعين ده. وبالتالي زي ما حضرتك بتقول ان هي يعني فيها جامل الخدمات، وحتى الفيديوهات او الصور للمدينه تبين حجم المناطق الخضراء فيها، ودي عامل جذب رهيب للمواطنين. اكيد اكيد. طيب هل في مواطنين على في الشواطئ على البحر ولا لسه الجو برد دلوقتي؟ لا، هو في بعض الناس بدات، بس هو امس كان في كتير موجودين، واليوم ان شاء الله متوقع والجهاز عامل حسابه ان في ناس تكون متواجده وجاهز بالتواجد يعني. الجو عامل ايه النهارده؟ لا، الجو جميل جدا والشط مناسب والشمس طالعه، يعني الامور تمام الحمد لله يعني. هيل. طيب حضرتك قلت انه في كنيستين، مظبوط؟ كنيستين تم افتتاحهم؟ احنا يعني نسبه تنفيذ احدى الكنائس حوالي 80%، يعني ان شاء الله في خلال المتوقع شهرين تتسلم يعني ان شاء الله. عظيم. طب ولو اتكلمنا عن الاحتفالات بقى يا فندم، يعني اتكلمنا عن ايه اللي حصل؟ ايه اللي متوقع حدوثه يمكن؟ والله هو يا فندم احنا طبعا زي ما قلت في الاول ان هي احنا كاننا مدينه ساحليه على الشاطئ، فطبعا دي جذب للمواطنين، واحنا منتظرين طبعا، احنا جاهزين بالشاطئ، لو في صور هتلاقي تبان حجم المناطق الخضراء اللي موجوده على الكورنيش وما تحتويه من خدمات من برجولات وملاعب وكافيتريات، فدي من المظاهر اللي احنا يعني دايما جميع المناسبات سواء الاعياد او ايام الجمعه او الاجازات
بيجي لنا مواطنين كتير بيستمتعوا بالشاطئ وبالتشطيب الرهيب اللي موجود في الكورنيش. طبعا احنا نفذنا الكورنيش لخدمة المواطنين بصفة عامة. هايل، يعني كل الشكر ليك المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة. وشفنا مع حضرتكم يعني الاحتفالات أو إزاي بتستعد المنصورة الجديدة في أول عيد ليها، إن هي تستعد للزوار وزي ما احنا شايفين الإنجازات الكبيرة، وفعلا يعني تم الانتهاء من المدينة بالكامل دلوقتي. صحيح. طيب، وإحنا بنحتفل بأعياد الميلاد المجيد كان لازم كمان نعرفكم على نموذج مصري واستثنائي الحقيقة عايش في استراليا. النموذج ده هو الشيخ علاء الزق. الشيخ علاء هو إمام مسجد الجمعية المصرية في مدينة ملبورن في استراليا. الشيخ علاء من بداية إقامته في الدولة دي هو بيحرص كل سنة على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ولازم كل سنة يروح الكنيسة يعيد على إخواتنا المسيحيين بنفسه. الشيخ علاء معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير يا مولانا. صباح الخير يا أستاذ شاذلي والأستاذ بسنت وإخواننا وأهلنا في مصر جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير وإخواننا الأقباط في مصر بخير وسعادة وسرور وفي العالم كله. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك تضرب نموذج مهم جدا للتعايش. في البداية عايزين نتعرف منك على الدافع الإنساني والديني كمان اللي كان وراء تحريك حضرتك في تقديم التهنئة ومشاركة إخواتنا المسيحيين في دولة استراليا. أولا يا أستاذ محمد، أستاذ شاذلي، أنا بتقدم بخالص التهاني زي ما تقدمنا بالتهنئة لإخواننا الأقباط وأهلنا في أستراليا، نتقدم لهم بخالص التهنئة في مصر وفي كل أرجاء العالم بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ثانيا، إحنا بنحرص في أستراليا وفي ملبورن تحديدا يعني أن نتبادل الزيارات والتهنئة ونستغل المناسبات الدينية سواء كان رمضان والعيدين وعيد الميلاد المجيد، إن إحنا نتبادل الزيارات ونعرف أبناء المصريين من الجيل الثاني والثالث اللي هم ولدوا في أستراليا ولم يتسنى لهم أن يزوروا مصر ولم يعرفوا طبيعة العلاقات بين المصريين المسلمين والمسيحيين في مصر، ما شافوش إزاي الجيران بيتبادلوا الطعام والشراب في رمضان، ما شافوش إزاي إخواننا الأقباط والمسيحيين بيحتفلوا معانا بعيد الفطر وعيد الأضحى. فإحنا بنروح وبنضرب لهم المثال ده وبنوريهم صورة حية، شباب اللي ما راحوش اللي ولدوا في أستراليا بنعرفهم إزاي العلاقة بيننا، خاصة في ظل بعض النماذج السيئة اللي ربما تسيء للمسلمين أو المسيحيين. فإحنا بنقول لهم دي طبيعة علاقتنا في مصر، ونحكي لهم حتى بعض القصص اللي كانت بتحدث لنا في مصر مع إخواننا الأقباط، وإزاي إحنا بنتبادل الزيارات والتهاني والطعام والشراب وبنستغل المناسبات دي إن إحنا بنعمق الود والمحبة، ولا نسمح أبداً لأي حد أن يفرق بين أبناء مصر داخل مصر أو خارج مصر. فإحنا دايماً بنحرص كل سنة يعني نزور الكنيسة في الأعياد، وهم كمان بيزورونا في جامع الصديق في الجمعية المصرية، ودايما الشباب بيكونوا في الزيارة دي بيكونوا حاضرين وبيشوفوا بقى النموذج الحي بين بابا الكنيسة وبين شيخ الجامع مع بعض، وقاعدين وبنتكلم حتى عن بعض الأشياء اللي كانت بتحدث في مصر وإزاي علاقتنا قوية. طيب شيخ علاء، أنا فهمت من كلامك إن حضرتك من الجيل الأول صح؟ أنا مولود وعشت في مصر طول عمري ودرست في الأزهر الشريف، ولكن بنصبح بقى مواطنين مصريين أستراليين، ونركز على المصريين الأستراليين أو الجيل الثاني من المصريين اللي مولود في أستراليا. طيب اللي هم يا أستاذة بسنت يعني ما زاروش مصر إلى الآن. طيب فإحنا بنوريهم بقى نموذج حي لما عليه العلاقات الطيبة في مصر، ونقول لهم ده النموذج أو جزء من النموذج، لأن إحنا مهما نشرح ونوري صورة في أستراليا أو خارج الوطن عموما مش هتعطي الصورة الواضحة كاملة كما هي في مصر. لكن أنا بتابع ناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا سواء في أستراليا أو في أستراليا أو في نيوزيلند، وبشوف النموذج اللي حضراتكم بتقدموه في الحقيقة نموذج مشرف جدا جدا، وعايزة أعرف ردود الفعل بقى من أهل البلد لما بيشوفوا حضرتك حريص على مشاركتهم في عيد الميلاد، يعني سواء من الجيل التاني أو يمكن الناس الأستراليين اللي عايشين في ملبورن بيشوفوكوا إزاي، بيستقبلوا الفعاليات دي إزاي، أو بيستقبلوا اللي أنتوا بتعملوه ده إزاي، بيشوفوا ازاي؟ نعم يا استاذه بسنت، يعني احنا مطالبين كمسلمين عموما وكاقباط وكلنا كممثلين لبلدنا مصر في الخارج ان احنا بنحسن العلاقات مع غير المسلمين هنا في استراليا. وفي استراليا بلد متعدد الثقافات والاديان، عندنا اكثر من 120 دين، وعندنا اكثر من 150 جنسيه من كل بلاد العالم. فاذا كان ديننا بيامرنا ان احنا نحسن العلاقات مع الناس الغير المسلمين اللي جايين من إيطاليا واللي جايين من اليونان واللي جايين أو الأسترالي اللي عايشين معنا هنا
فكيف بأبناء وطننا المصريين اللي احنا عشنا معهم طول عمرنا وشفنا معهم وقضينا معهم أوقات طيبة ولا زلنا إلى الآن؟ حتى الواحد كده لما بيشوف الفيسبوك وبيتابع القنوات المصرية وبيشوف الزيارات وبيشوف التهاني وأهل البلد، حتى عندنا في إيتاي البارود لما بيذهب الشباب إيتاي البارود وشباب وأهل إيتاي البارود المسلمين لتهنئة إخواننا الأقباط في الكنيسة والعكس، يعني هذه الصور بتفرح الواحد وبتخلينا نعيش الذكريات الطيبة دي وتربطنا بأهلنا وجيراننا اللي احنا بيننا وبينهم مئات الآلاف من الكيلومترات. فده ربما يعني يعزز أو يشبع النفس من هذه الأوقات الطيبة اللي احنا قضيناها مع أهلنا في مصر، وبنحاول نعمل النموذج ده كمان في أستراليا دايما. عظيم. شيخ علاء، حضرتك قلت أن ديننا بيأمرنا بأن نحسن علاقتنا بالجميع، بمن هو على ديانتنا ومن هو على غير ديانتنا. في كل عيد لإخواتنا الأقباط بيظهر بعض الناس ينتقدوا التهنئة ويرفضوا تهنئة المسيحيين بعدهم، حضرتك ترد عليهم بإيه؟ والله يا أستاذ شاذلي، يعني من يرفض يرفض، هو حر، ولكن أنا يعني أراهن على وعي المصريين وثقافتنا وعاداتنا اللي تربينا عليها وفطرتنا كشعب مصري واعي وفاهم. إحنا يا أستاذ شاذلي طول عمرنا لا تفرق بين شكل المصري والمسيحي، والناس طول عمرها مع بعض، وديننا يعني كمسلمين كمان، إحنا لما بنعلم أحكام الفقه وفقه الأقليات لشبابنا المسلمين هنا بنعرفهم إن ديننا بيقول لنا آية كريمة بنقرأها كلنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شوف يا أستاذ شاذلي تعبير ربنا الجميل، أن تبروهم من البر، كلمة لا تستخدم إلا مع الوالدين، بر الوالدين. مظبوط. وربنا سبحانه وتعالى جعل البر قبل القسط، قبل العدل، ولكن أن بر الناس يعني نعطيهم أكثر وأكثر ونكون كرماء معهم. ونقرأ في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. بيجي لي إخواني من الأقباط وقولي لي: كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد عليك، وعيد سعيد عليك وعلينا. فليه إحنا يعني نحرم مثل هذا الكلام؟ وليه نهاجم الناس؟ وليه نبدع الناس ونفسق الناس؟ عندنا مرجعية عظيمة مثل الأزهر الشريف، نلتف حول الأزهر وعلمائنا في الأزهر والإمام الأكبر الله يحفظه الدكتور أحمد، الذي يشرح ويضرب النموذج الحي بالزيارة والتهنئة والكلام الطيب والعلاقات الطيبة. الدين يا أستاذ محمد الذي شرع الزواج، زواج المسلم من المسيحية، وهذه الصلة والقرابة والمصاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاز لوفد نجران الذي ذهب إلى المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمح لهم بالصلاة داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف لجنازة اليهودي، فين إحنا من النماذج دي؟ وفين إحنا من السيرة؟ وفين إحنا من فهم القرآن بهذه الطريقة؟ وفين إحنا من يعني اتباع مرجعيتنا كأزهر التي لم نرى مثلها في جميع العالم؟ يعني في البلاد الغربية إحنا بنفخر بالأزهر الشريف وبزي الأزهر الشريف، والناس كلهم بيعرفوا الأزهر كمنارة علم ومرجعية للمسلمين، ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم. فأرجو من هؤلاء يعني أن يكفوا عن مثل هذه الأمور، وأن يعتبروا طبيعة الشعب المصري الأصيل العلاقات الطيبة التي إن شاء الله ستظل دائما موجودة، يهنئ بعضنا البعض بالكلمات الطيبة والتزاما بما قاله القرآن الكريم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يمكن ده اللي أنا كنت بقوله، أن دايما المسلمين الموجودين في بلاد زي أستراليا ونيوزيلندا بيقدموا يمكن نماذج طيبة جدا جدا عن الدين الإسلامي، وزي هم يمكن حتى بينشروه في البلاد دي بطريقة التسامح اللي عندهم. صحيح. وزي ما احنا شفنا يمكن استعنتوا بالآية الكريمة أنه البر، يعني ده أهم حاجة، وده اللي مخلينا دايما إحنا كمصريين دايما في ترابط ونسيج واحد فعلا. يعني ده مش تعريف إحنا بنستخدمه، ده إحنا حقيقي نسيج واحد. يمكن عشان كده إحنا عارفين إنه يمكن الأفكار اللي جاية من برا من أهل الشر أفكار دخيلة ليست طبع من طباع المصريين. كل الشكر ليك الشيخ علاء الزقم أمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن بأستراليا. شكرا ليك يا فندم. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك، وهم دول المصريين في كل مكان، وأنا فخور على المستوى الشخصي وسعيد جدا بوجود نموذج زي الشيخ علاء في هذا المكان تحديدا، وكرجل يتحدث باسم الدين، انه بيعرف الناس تعاليم الدين الاسلامي السامحه، وقد ايه هو بيضرب نموذج ومثال للتعايش. بارك الله فيك يا شيخ علاء، وبنشكرك طبعا شكرا جزيلا.
مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. كل سنة وكل إخواتنا وحبايبنا المسيحيين والمصريين جميعا بألف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وعشان العيد ما يبقاش عيد من غير ما يكون معانا ضيف استثنائي، معانا واحدة من مرنمات مصر ماري لميع اللي هتبسطنا وهتسعدنا وهتمتعنا كده وتحتفل معانا بصوتها المبدع في الترنيم. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير يا ماري. سلام طيبة. وانت طيب. يعني في البداية كده قبل بس إيه يعني ما نسمع حاجة منك، عايزة أعرف أو عايزين نعرف منك اتعلمتي الترنيم إزاي وإزاي بتحضر لها؟ تمام. هي الترانيم طبعا إحنا بنتعلمها من الكنيسة من صغرنا يعني. أنا كنت مشتركة في الكورال بتاع الكنيسة من صغري وبكل المراحل بقى يعني بكل المراحل العمرية لحد لما كبرت وبقيت انا يعني في فتره من الفترات قائده كورال. اه مظبوط. فهي الترانيم يعني حاجه اساسيه في الكنيسه بتعتمد عليها يعني صلوات كتير واجتماعات كتير جوه الكنيسه لان هي بتبقى صلاه. يعني الترانيم عباره عن صلاه بتبقى بشكل لحن جميل وكلمات جميله بنقدمها وبنصلي بيها. طيب ده عظيم جدا. بتستخدموا ايه في كتابه هذه الترانيم؟ يعني عباره عن ايه؟ هي مراحل عمل الترنيمة شبه مراحل عمل الأغنية بالظبط. يعني في مؤلف بيكتب كلمات وملحن بيلحن. بدأت تكتبي ولا لسه؟ في بعض الترانيم من كتاباتي. وبعد كده بندخل في مرحلة التوزيع الموسيقي، بتتوزع الترنيمة ومرحلة التسجيل دي بتبقى آخر مرحلة. هتسمعينا إيه؟ بصراحة أنا حابة أبدأ بترنيمة للشكر، نشكر فيها ربنا يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. يعني انا دايما بحب ابدأ بالترنيمة دي في معظم الحاجات لان مهم قوي ان احنا نشكر ربنا في البداية طبعا على كل حاجة بيعملها معانا، فممكن نبدأ بيها. تفضل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بتراني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بتراني ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا لي ياللي بتراني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا لي ياللي بتراني ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمري ترسمها، ساعدني يا ربي أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمري ترسمها، ساعدني
عايش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي. شكرا لي يلي بترعاني يلي إيديك دايما رفعاني. شكرا لي يلي بترعاني يلي إيديك دايما رفعاني. هايل هايل الله ينور. ميرسي. شكرا. ميرسي. طيب عظيم، عايزين برضو نعرف اكتر واحنا بنتكلم في كتابه الترانيم. مين اشهر كتاب الترانيم؟ هو الحقيقه في كتاب كتير يعني موهوبين معظمهم من الشباب يعني، واحنا بنتعرف على بعض من خلال السوشيال ميديا يعني، بنلاقي من خلال الصفحات بيبقى في كتاب مثلا كاتبين سطور كده من ترنيمه، فبندخل بقى بنبتدي نتعامل، انا محتاجه الترنيمه دي ممكن اسمعها يعني، نفس بالظبط زي ما قلت لحضرتك كتابه الاغنيه. فمن خلال السوشيال ميديا طبعا في ناس كتير موهوبه بتكتب ترانيم وبتالف كلمات وبتختار مواضيع معينه يعني، في الحقيقه كتير. طب ماري احكي لنا عنك انت، هل انت دلوقتي بتعلمي ولا انت يعني بتعملي ايه دلوقتي؟ بتكتبي كلمات بس بتعملي ايه؟ لا انا حاليا متجهه لتسجيلات الترانيم، وبتتصور على فكره في احنا مرحله شفنا لك فيديو على يوتيوب ومصوره كليب بالظبط. فدي برضو مرحله مهمه جدا من مراحل الترنيمه، انها في الاخر ممكن تتصور كفيديو كليب وممكن تنزل كجرافيك او مونتاج. فانا حاليا متجهه اكتر للتسجيلات والخدمات في الكنائس. دي برضو حاجه جميله جدا جدا بتفرح الشعب لما يكون حد مرنم جاي يرنم معاهم، فدي حاجة بتفرحهم جامد جدا يعني. فده حاليا اللي أنا بعمله من خلال ترانيمي، التسجيلات والخدمات. طب احنا عايزين نفرحهم كمان ونسمع كمان حاجة. يا ريت نسمع مع بعض حاجة بقى لعيد الميلاد. يلا بينا. ترنيمة يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي. فممكن بمناسبة عيد الميلاد لازم بقى نقول حاجة عن الميلاد. طبعا. يلا بينا. اتفضل. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي، من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي. يوم ميلادك يا يسوع هو أعز عندي، من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي. تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي، وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي، وتعالى وحدك جوا قلبي.
الحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع ويكون حبك اللي مليها سنة جديدة في الحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع ويكون حبك اللي مليها تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي تعالى يا ربي واسكن جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي وتعالى يا يسوع وحدك جوا قلبي. الله جميل. الله عليك يا رب. سنة خير علينا كلنا يا رب. يا رب امين. طيب مريم، من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتحصل دايما في الكنائس المصريه انه بيبقى في مشاركه للاطفال من سن صغير قوي في اي فعاليه بتعملها الكنيسه، سواء من رياضه او ترانيم او غيره. ازاي وانت اشتغلتي معلمه قبل كده، فاحكي لنا عن الفتره دي وازاي الاطفال بيبقوا متحمسين للعيد الميلاد وبتعملوا ايه كتحضيرات ليها وفعاليات جواها بتحصل ايه؟ هو في طبعا ترانيم بتتعمل مخصوص للاطفال علشان طبعا يقدروا يشاركوا بيها، وطبعا الاطفال حاجه مهمه جدا فاحنا بنهتم بيها جدا في مجال الترانيم والكنيسه علشان يقدروا يشاركوا، لان طبعا في بعض الحان الترانيم اللي احنا بنرنمها ككبار يعني بتبقى صعبه شويه، بيبقى في كلام مش مفهوم بالنسبه للاطفال، فبنعمل ترانيم للاطفال خاصه بيهم بيكون بلحن بسيط وكلام بسيط علشان يقدروا يرددوه ويفهموه يعني. عظيم. ليه الترانيم بقت اصبحت من اكثر الحاجات شهره في عيد الميلاد، ولو في مثلا ترانيمه بيشترك فيها اكثر من حد مع بعض ازاي بيتم التنسيق؟ هي الترانيم عموما بقت مهمة في الوقت الحالي حتى في الأيام العادية، لكن طبعا في الأعياد بتدي بهجة، لأن الترنيمة يعني أي حد متهيألي بيحب يسمع لحن جميل مع كلمات جميلة، فالترانيم طبعا مرتبطة بالأعياد لأنها بتدي بهجة وبتدي حالة حلوة كده يعني من الصلاة يعني بفرح. عايزه اتكلم عنك انت، هل انت عندك اي خطط مستقبليه انك تعملي حاجه تانية جنب تاليف وتلحين ويمكن غنى ترانيم كمان وخدمه اكيد الكنيسه؟ عندك طموح تاني ممكن تبقي بتعمليه جنب ده؟ هو انا الحقيقه عملت 3 البومات وطموحي طبعا ان انا اكمل واعمل يعني البومات اكتر واعرف يعني اعمل ترانيم جديده، لان مهم برضو زي ما بنرنم ترانيم قديمه اللي هي الترانيم التراثيه، نفس فكره بالظبط الاغاني القديمه اللي لسه موجوده لحد دلوقتي وبنسمعها، في برضو نوع من انواع الترانيم التراثيه دي ترانيم من زمان خالص ولسه برضو بنرنمها لحد دلوقتي. حافظه منها حاجه؟ ممكن، بس انا كنت محضره حاجه للاطفال بمناسبه الاطفال، فما ينفعش بقى ان احنا يجي العيد من غير ما نقول لهم طبعا لازم دق يا اجراس. حتى انا كنت عامله الفقره كمان واحنا بنعيد عليهم. كنت عامله حسابي ان انا يعني ارنم حاجه للاطفال، فممكن نقول دق دق يا اجراس. يلا بينا. ساب مجد السماء وضحى بالغنى جيل الأرض فقير علشان بيحبنا، كل ألمنا كل أفرحنا هو حاسس بينا في كل لحظة في عمرنا. دقي دقي يا أجراس النهاردة عيد، يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد. دقي دقي يا أجراس النهاردة عيد،
يسوع جانا في أرضنا وخلى القلب سعيد، ساب مجد السماء وضحى بالغنى وجيل الأرض فقير علشان بيحبنا. كل ألمنا كل أفرحنا هو حاسس بينا في كل لحظة في عمرنا. الله، كل سنة وانت طيبة وأسرتك طيبة وكل المسيحيين والمصريين كلهم بقى طيبين وبقى الخير شرفتينا ومرتينا. كل سنة وكلنا طيبين، ميرسي خالص، متشكرة جدا. كل سنة وانت طيبة مرة تانية يا ماري. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال كلمة له دعا الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره. كما دعا الرئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة والوطنية وألا يستمعوا لمن هم في غير موضع المسؤولية. وأضاف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه، مؤكدا حرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن تلك المناسبة العطرة تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية. ودعا الرئيس السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ودائما معا على أرض المحبة. تلك القيمة العظمى في رسالة السيد المسيح عليه السلام. فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن ماكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك في الجولة 15 من التصويت. وجاء فوز ماكارثي البالغ من العمر 57 عاما بتصويت 216 نائبا مقابل 211. من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ماكارثي بالفوز بالمنصب الجديد مطالبا إياه بالحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين. وأعرب بايدن عن استعداده للتعاون مع الجمهوريين. وأنهى فوز ماكارثي أزمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 160 عاما في الهيئة التشريعية الأمريكية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية أمريكية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من العمليات العسكرية الروسية. وأوضح بلينكن أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوزر ذاتية الدفع ونقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد أخرى لدعمها. من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الحزمة استخدمت أكبر حصة من سلطة السحب الرئاسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وستسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات هامفي وشاحنات وذخائر من المخزونات بسرعة دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة طارئة. Women and girls to a dark future without opportunity. قالت الرئاسة في مالي إن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من كوت ديفوار تم اعتقالهم في يوليو الماضي واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي. وقال متحدث باسم الحكومة في مالي إن الرئيس الانتقالي أسمي غويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من كوت ديفوار، مشيرا إلى أن هذه البادرة تظهر التزام الرئيس الانتقالي بالسلام والحوار والوحدة الإفريقية.
أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الصين سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 5 وفيات في اليوم السابق. وقال المركز إن الحصيلة الرسمية لعدد حالات الوفاة جراء الفيروس ارتفعت إلى 5267 وفاة. وتسعى الصين لتقليل احتمالية حدوث تفشي جديد واسع النطاق لكورونا خلال ذروة موسم السفر لقضاء عطلة العام القمري الصيني الجديد هذا الشهر بعد انتهاء معظم تدابير إجراء احتواء الجائحة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من بعد الفاصل. في الحقيقة مصر مزيج فريد قوي من المحبة والتسامح وطبقات من الحضارة، من الفرعوني لليوناني للقبطي للإسلامي. احنا تراث الحقيقة رائع من القصص التاريخية واللي بنشوف فيها التركيبة الفريدة دي لمصر اللي احتفت واحتضنت العائلة المقدسة ولسه بتتبارك بأثرها. احنا بنحتفي بعياد الميلاد وبنحتفل كمان برحلة العائلة المقدسة لمصر واللي هيكلمنا عنها الدكتور أحمد النمر الباحث في الأثار القبطية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم عليكي وعلى كل المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، كل المصريين بخير دايما يا رب، ودايما سلام وخير لكل يا رب. صباح الخير عليك يا فندم. لكن خلينا نروح نشوف مظاهر الاحتفال دلوقتي، نروح في بث مباشر من مجمع الأديان في مصر القديمة عشان نتعرف على حرص المصريين على زيارة هذا المكان اللي بيضم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة والسيدة العذراء وأبي سيفين وكنيسة مرجرجس. تفاصيل كتيرة هيعرفنا عليها دلوقتي مراسلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا بسنت. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل المصريين بخير. عيد ميلاد مجيد سعيد على المصريين، ودايما طبعا يعني المناسبة السعيدة دي بيحتفل بيها كل المصريين في مظاهر بتجمع ما بين الفرحة والمحبة والسلام. وزي ما انت قلت طبعا يعني احنا موجودين في منطقة من أهم المناطق التاريخية السياحية الدينية الموجودة في مصر القديمة، ويمكن ما فيش أفضل من المكان ده يدل على المحبة والسلام وتلاقي وتوافق الأديان السماوية الثلاث داخل مجمع الأديان بمصر القديمة. يمكن طبعا الزوار والمحتفلين بعيد الميلاد المجيد بدأوا يتوافدوا إلى مجمع الأديان اللي بيضم عدد كبير من الكنائس التاريخية القديمة، وإحنا موجودين تحديدا في إحدى أهم الكنائس الموجودة في مجمع الأديان، وهي الكنيسة المعلقة، كنيسة السيدة العذراء مريم. هذه الكنيسة التي يعني لها طابع خاص عند الزوار وجميع الطوائف المسيحية يأتون إليها من كل دول العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يمكن في استعدادات خاصة النهاردة داخل مجمع الأديان لاستقبال طبعا المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، سواء في محيط مجمع الأديان فيما يتعلق طبعا بحالة التأمين، فيما يتعلق بعملية طبعا تسيير الحركة المرورية، وكمان داخل المجمع عملية التطوير والترميم اللي بتتم داخل المجمع لاستقبال الزوار. في الوقت اللي بكلمكم فيه تحديدا دلوقتي بدأ الزوار يتوافدوا على الكنيسة المعلقة لبدء الاحتفالات. طبعا يعني الاحتفالات هتبتدي كمان يعني أقل من ساعة هتكون الاحتفالات موجودة، لكن تفاصيل أكتر عن الاستعدادات داخل مجمع الأديان هتطلعنا عليها الأستاذة هاجر عبد الخالي وهي مفتشة أثار منطقة مصر القديمة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هاجر، وأهلا وسهلا بيكي في برنامج صباح الخير يا مصر. كل سنة حضرتك طيبة وكل المصريين بخير. يمكن زي ما اتكلمت في استعدادات النهاردة خاصة لاستقبال طبعا الزوار والمحتفلين من مصر ومن مختلف دول العالم، لو تكلمينا أكتر عن هذه الاستعدادات لاستقبال الزوار. طبعا الاستعدادات احب اصبح على كل المصريين واقول لهم كل سنه وهم طيبين وعيد ميلاد مجيد على كل المصريين.
الاحتفالات بدأ من امبارح، طبعا كان القداس وهنا كانت الناس موجودة لغاية الفجر، فالناس هتبتدي تتوافد تاني كمان زي ما حضرتك ما قلت كمان ساعة استعدادا للاحتفالات باليوم النهاردة. طبعا احنا هنا دلوقتي في مجمع الأديان، مجمع الأديان هنا ليه سمية بمجمع الأديان لأنه هو بيجمع بين الأديان الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية. الإسلامية تتمثل في جامع عمرو بن العاص، والمسيحية تتمثل في مجموعة من الكنائس أهمهم وأشهرهم الكنيسة المعلقة اللي احنا متواجدين فيها الآن وكنيسة أبي سرجة، وتتمثل اليهودية في معبد اليهودي معبد بن عزرة. هنا مجمع الأديان يعد من ان هو من اهم او اهم نقطة من ضمن نقاط اللي بيهتم بها منظمة اليونسكو، لان هي حاجة فريدة ان مكان واحد بيجمع بين الأديان الثلاثة المسيحية والإسلامية واليهودية. ودلوقتي هو المنطقة كمان داخلة ضمن تطوير من اهم التطويرات اللي موجودة فيها حسن بابليون، فهو داخل فيه صيانة إن شاء الله على قرب الافتتاح. وعندنا برضو معبد بن عزرة قام فيه ترميم، وعندنا أيضا جامع عمرو بن العاص بيقام فيه الترميمات. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للأستاذة هاجر عبد الخالي مفتشة أثار منطقة مصر القديمة، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير، شكرا جزيلا. يعني زي ما تابعنا شاذلي وبسنت، هيكون في احتفالات طبعا هنا داخل المجمع الأديان في مختلف الكنائس الموجودة. نتحدث عن الكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة من الكنائس اللي بيقبل عليها طبعا عدد كبير من الزوار وجميع الطوائف المسيحية طبعا لارتباطها ارتباط وثيق، وأقامت فيها العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر. وأيضا يعني داخل هذه الكنيسة المعلقة التي بنيت على أحد أبراج الحصن الجنوبي لحصن بابليون، وهي ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 13 ل 17 متر، فبالتالي هي يعني شيء مقدس ومحبب طبعا لكل المصريين، ويمكن خلاص في توافد للزائرين على هذا المكان و الأماكن الأخرى اللي موجودة طبعا داخل مجمع الأديان، سواء المتحف القبطي أو حتى كنيسة أبي سرجة أو أبي سيفين. كل المناطق تشهد احتفالات النهاردة، في طبعا يعني مظهر احتفالي جميل بيعبر عن المحبة والسلام. كل سنة وكل المصريين بخير، وكل سنة وإحنا يعني في تآخي ويعني في محبة دايما في على أرض السلام مصر. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية بسنت وشاذلي، وبرجع لكم في الاستوديو مرة تانية. شكرا ليك محمود جميل، وفي الحقيقة كل سنة وانت طيب. وزي ما انت قلت ان يمكن مجمع الأديان هو من المزارات المهمة مش بس للسياح لكن كمان لكل مصري، ما اظنش ان حد فينا ما راحش مجمع الأديان. كل سنة وكل مصري بألف خير، كل سنة وانت طيب، شكرا يا كريم محمود. مشاهدينا هنروح دلوقتي يمكن لمنطقة تانية، وخلينا نتكلم عن منطقة مصر القديمة بالتحديد واللي موجود هناك في المتحف القبطي، واحد من المتاحف اللي بيضم أكبر مجموعة من الآثار القبطية في العالم وبيستحوذ على قطع نادرة للعائلة المقدسة. تفاصيل أكتر هنعرفها من موفد التلفزيون المصري كريم بيبرز. صباح الخير عليك يا كريم، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير يا بسنت، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل المصريين. فعلا يمكن النهارده يوم جميل، النهارده يوم خاص، احتفال خاص بعيد الميلاد المجيد. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب المصري دايما بخير وفرحه وسلام. هنا في مجمع الاديان زي ما زميلي العزيز محمود جميل كان بيتكلم، هو دايما مكان مميز ومختلف للاحتفالات الخاصه بعيد الميلاد المجيد، وتحديدا لو اتكلمنا زي ما قلت دلوقتي عن المتحف القبطي الاثري هنا في مجمع الأديان. الحقيقة المجمع ده، المتحف ده من أهم المتاحف اللي بتضم الآثار القبطية المختلفة والمتنوعة والفريدة الحقيقة. يمكن المتحف ده تم إنشاؤه 1910 في عهد الملك فاروق، ولكن المهم كمان هي فكرة إنشاء المتحف. فكرة إنشاء المتحف جت عن طريق مرقس باشا. الحقيقة إن هو كان عنده هدف مختلف، إن هو إزاي يقدر يجمع كل الآثار القبطية في أرض الديانات ومهد الديانات وأرض الحضارات وهي مصر. عشان كده ده كان مكان مميز، أرض للديانات
مهد الحضارات، وكمان بيجمع كل الآثار القبطية اللي بتضم هنا في المتحف أكتر من 10,000 أو ما يقرب من 10,000 قطعة أثرية مختلفة. والأهم هو مسار العائلة المقدسة اللي كان فيه المسيح عليه السلام اللي اتحرك فيه ووصل مصر واحتمى كمان هنا في مصر بشعب مصر. يمكن النهاردة هيبقى يوم مميز، يعني المصريين هيجوا يحتفلوا النهاردة بعد صيام تقريبا 43 يوم، هيحتفلوا بإما اللحوم المختلفة بعد طبعا الأكل النباتي اللي كان بقالهم فترة بنفطر أكل نباتي، لكن النهاردة هيكون بقى اللحوم وكل ما تشتهي الأنفس هيكون موجود على الصفرات والطاولات المختلفة في البيوت المختلفة النهاردة. لكن كمان بعد ما هناكل وهنبسط كمان الناس تتحرك على مجمع الأديان وتحديدا المتحف القبطي، يقدروا الناس يجوا هنا المتحف القبطي بداية من 9 صباحا ويفضل مستمر لحد الساعة 4:30. الحقيقة وأنا موجود بالفعل بدأت فيه بعض الزوار، ولكن هم زوار أجانب في حقيقة الأمر، يمكن عشان كمان المصريين امبارح كانوا في الكنائس بيصلوا وقعدوا سهرانين طول الليل، أكيد التجمعات العائلية واحتفال بليلة العيد، فأكيد لسه طبعا ما صحيوش وخدوا راحتهم من النوم، لكن أكيد هيبتدوا يجوا مثلا بعد شوية أو على الظهر يبتدوا يتحركوا على الأماكن السياحية المختلفة عشان يحتفلوا بالعيد بطريقة مميزة ومختلفة زي ما قلنا هنا في المتحف القبطي. وهيشوفوا كمان أحجار مميزة وهيشوفوا حاجات مميزة داخل المتحف القبطي، مسار العائلة المقدسة زي ما ذكرنا، تحركات السيد المسيح ومريم والسيدة مريم عليهم السلام لما تحركوا داخل الطرق والأماكن والنقاط اللي تحركوا فيها هنا في المتحف القبطي. يمكن ورايا كمان في مجسم صغير كده عن مسار العائلة المقدسة، وكمان على مدار بقى المتحف هيلاقي كذا مكان من كذا حاجة مختلفة من المتحف، سواء الأحجار الأثرية القبطية أو غيرها من المعالم الأثرية اللي موجودة على مدار سنين كتيرة جدا، يمكن دخلت أكتر من 110 سنة هنا موجودة في المتحف القبطي. وبصبح عليكي مرة تانية وعلى كل الشعب المصري، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. شكرا ليك يا كريم، وكل سنة وأنت طيب وكل المصريين بألف خير. شكرا ليك. دلوقتي بقى خلونا نروح لمحافظة تانية، وهي محافظة سوهاج، واللي معانا فيها مراسلنا محمد رفعت، هيتابع معانا الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في هذه المحافظة. صباح الخير عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب مرة تانية. نعم، تحياتي لكم زملائي الأعزاء وتحياتي لكل مشاهدين الكرام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، كل عام وكل المصريين بخير وفي خير وعلى قلب رجل واحد. إذن هو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس ومطرانيات مصر، وفي صعيد مصر بدأت الاحتفالات منذ مساء أمس بقداس عيد الميلاد المجيد، وشهدت الكنائس والمطرانيات والأديرة في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وكل محافظات الصعيد إقبالا كبيرا احتفالا بعيد الميلاد المجيد، أحد أهم أعياد الأخوة الأقباط. ومع دقات أجراس الكنائس في صعيد مصر وفي كنائس ومطرانيات الصعيد، انطلق معها دعوات كل المصلين لمصر والمصريين بأن يدوم الله على مصر نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، وأن تستمر بدورها الرائد على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ التوافد على الكنائس والأديرة للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ولم يقتصر الحضور على المسيحيين فقط في محافظات الصعيد، بل شهدت الكنائس المهنئين من المسلمين والأقباط في صورة رائعة تجسد تلاحم الشعب المصري العظيم. الجميع هنا يا شاذلي بيشيد، يا بسنت، بيشيدوا بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني ومشاركتهم العيد. وربما كانت الإشادة بشكل أكبر بكلمة السيد الرئيس خلال الاحتفال، وما كانت تحمله من مكاشفة ورسائل محبة لمصر والمصريين. عاوز أقول لك أن أنا أتواجد الآن في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، والتي من المنتظر أن تشهد بعد قليل زيارة لقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، وأيضا ممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتقديم التهنئة هنا. الأمر لم يختلف في باقي المحافظات، هناك بعد قليل جولة للسيد محافظ قنا ومحافظ أسيوط ومحافظي محافظات الإقليم للأديرة والكنائس والمطرانيات لتقديم أيضا التهنئة بعيد الميلاد المجيد. يتبقى أن نشير بالدور المهم اللي بتقدمه وزارة الداخلية في تأمين الكنائس والمطرانيات في إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. إليكم الكلمة.
شكرا ليك محمد رفعت، طبعا بنشكرك شكرا جزيلا من محافظة سوهاج. أيضا شكرا لي محمود جميل كان موجود في مجمع الأديان، وشكرا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر أيضا كان موجود في المتحف القبطي، بشكركم شكرا جزيلا. نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مع الدكتور أحمد نمر الباحث في الآثار القبطية، وكنا بنتكلم عن رحلة العائلة المقدسة. يا دكتور صباح الخير على حضرتك مرة تانية. صباح الخير يا فندم عليك. وعايزين ندي للناس لمحة كده عن رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر، جم مصر إمتى، مكثوا في مصر قد إيه، إيه الأماكن كمان اللي زاروها في مصر؟ في البداية طبعا احنا بنمثل علينا رحلة العائلة المقدسة طبعا جزء مهم جدا من التراث المصري. احنا بنتكلم عن العائلة المقدسة، من هي العائلة المقدسة؟ ده سؤال مهم جدا. العائلة المقدسة يقصد بها السيد المسيح عليه السلام وستنا العذراء ويوسف النجار. البداية بدأت طبعا نقدر نقول بميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهو طبعا احنا اللي بنحتفل بيه دلوقتي هو الميلاد السيد المسيح. والعائلة المقدسة وزارتها بمصر هي اللي بتربط الميلاد بمصر طبعا، وبتربطها وتتفرد بيه مصر عن سائر بلدان العالم كلها. العائلة المقدسة طبعا الحدث الكبير والأهم ميلاد السيد المسيح. كان عنده كم سنة لما جه مصر سيدنا المسيح؟ حوالي تقريبا نقدر نقول 3 سنين و6 أشهر، يعني ما يقرب الـ 4 سنوات. طبعا مكث فيها السيد المسيح وزار فيها مواقع كتير جدا، نقدر نقول 25 موقع، نقدر نقول يصل أعدادهم إلى أكثر من كده طبعا كتير جدا. لكن احنا بعد الدراسات اللي تم تحقيقها سواء كانت عن الدراسات الدينية أو العقائدية أو التاريخية أو الروايات الشفهية اللي بنقول عليها التراث الغير المادي، قدرنا نحدد 25 محطة تلاقت كل المصادر الدينية فيها. طبعا الحدث بدأ إزاي؟ بدأ أنه طبعا كان في مجموعة من نقدر نقول المجوس، كانوا عبارة عن نقدر نقول منجمين أو لهم دراية بعلم الفلك، كانوا ينتظرون نجم في السماء لظهور نبي. بالفعل هذا النجم ظهر بالفعل، بدأوا يبحثوا عنه إلى أن وجدوه في فلسطين بالفعل، وقدموا لي الهدايا وأمنوا بي. أثناء رحلتهم إلى السيد المسيح تم الكشف عن هويتهم، إن هم بيبحثوا عن طبعا النبي المولود. ده أدى اللي طبعا استضافتهم عند الملك هيرودس في الوقت ده، اللي طلب منهم إن يدلهم عن السيد المسيح للإيمان به. لكن هو طبعا كان على العكس تماما، كان يطلب بروح الطفل، كان طبعا شهد لهذا الرجل بأنه دموي ويعني يعشق الدماء، حتى أنه قتل كثير جدا من أهل من يتولى، كان من المفروض أن يتولوا الحكم في الوقت ده. طبعا أثناء الميوس ما كانوا موجودين، كان نزل أمر سماوي بأن السيد المسيح عليه السلام لازم يترك هذه البلد ويذهب إلى مصر في رحلة نقدر نقول تحرك فيها من رفح إلى أسيوط في أقصى الصعيد. مر فيها السيد المسيح عليه السلام وسيد العذراء في بأكثر من 8 محافظات، في أكثر من 25 محطة، نقدر نقول شمال سيناء في رفح وتل الفرمة بنتكلم هناك، نقول الدلتا في الشرقية وسمنود الغربية، نقدر نقول وادي النطرون في البحيرة، نقدر نقول شجرة ماري وأبي سرجة في مصر القديمة، وكمان كنيسة العذراء بالمعادي، نقدر نقول في المنيا جبل الطير، وكمان في أسيوط المحرق. نقدر نقول ان المحطات دي هي شاهد كبير جدا عن العائله المقدسه. شاهد وقت قد ايه كان يعني المحطات دي كلها خدت وقت قد ايه؟ ما احنا قلنا اكثر من يعني قرابه 4 سنين، هي حوالي بالضبط زي ما حددت المخطوطه اللي حددت المده اللي مكث فيها السيد المسيح، هي 3 سنوات و6 أشهر بالتحديد مكث فيها السيد المسيح في المدن. ده كان عمر السيد المسيح في الوقت ده ولا هو مكث لمده 3 أشهر؟ وطبعا عمره كان لسه مولود، مفيش كم نقدرش نقول يعني حدود ايام، مش كتير يعني. وفي نفس الوقت كان نقدر نقول يعني في الرحله دي كانت رحله مهمه، مكس في كل المحطات اللي احنا اتكلمنا عنها، في بعض المحطات كان يقضي ايام وبعضها طبعا كان اشهر، واكثر مده كان قضاها في 6 أشهر كان في المحرق اسيوط. طيب ايه هي الشواهد اللي احنا شفناها وعلى أساسها اخترنا أن هذه الأماكن مرت منها العائلة المقدسة، وإزاي كمان قدرنا نثبتها في التراث الغير مادي لليونسكو في 2018؟ تمام. احنا عندنا العائله المقدسه 3 دوائر بنصنفها كمؤرخين وكاثريين، 3 دوائر. الدائره الاولى بتقول التراث الشفهي المرتبط برحله العائله المقدسه، وهو كل ما توارثه الاجيال من قصص وحكايات مرتبطه بالعائله المقدسه بدءا من الرحله حتى القرن الرابع. منذ القرن الرابع الى القرن الثاني عشر او الـ12 ابتدينا نشهد عمران اثري قائم عن هذه الروايات. بدا نجد بعض الكنائس والاديره تبنى على هذه التبركات او الزيارات المرتبطه بالمكان ده، زي مثلا بنقول اديره وادي النطرون لما زارها
العائلة المقدسة لم يكن الأديرة قائمة، بل قامت هذه الأديرة بعد زيارة العائلة المقدسة وبنيت تباركا بزيارة العائلة المقدسة. كمان عندنا الدائرة الثالثة هي التراث الشعبي اللي هي الموالد والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة. احنا عندنا دائرتين مهمين جدا، الآثار المرتبطة بالعائلة المقدسة واللي بتبقى شاهد ودليل يعني نقدر نقول قاطع على زيارة العائلة المقدسة، هي عبارة عن كل الأبار، كل المغارات اللي استخبت فيها العائلة أو مكست فيها العائلة المقدسة، زي مغارة أبي سرجل اللي موجودة في مصر القديمة، زي مغارة جبل الطير الموجودة عندنا، زي هيكل الدير المحرق الموجود، زي شجرة مريم في المطرية، زي كتير جدا من الأبار، زي بئر تل باسطة اللي موجود في الزقازيق. كمان عندنا يعني نقدر نقول دفانير، وعندنا كتب وسنخصار وسير كتير جدا للقديسين بتدلل وبتأكد على هذه الزيارة اللي طبعا زي ما قلنا تباركت بها مصر كتير جدا في مواقع كتير. احنا يمكن اهتمنا بالمسار بشكل مختلف شوية في مصر، في نقدر نقول من فترة من 2016 حتى نقدر نقول تم الإعلان عن ضم الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قائمة العالمي لليونسكو التراث غير المادي، استنادا طبعا إلى كل هذه الأدلة والشواهد اللي حضرتك ذكرتها. طبعا احنا كان عندنا شق مهم جدا عندنا قبل ما نبدأ بمشروع القومي ده، المشروع بتاع العائلة إحياء مسار العائلة المقدسة ده مشروع قومي كبير جدا تبناه رئيس الجمهورية طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الدولة المصرية كانت اهتمت بيه اهتمام غير عادي. كان الاهتمام بيه بدأ من 2016 اهتمام مهم جدا، كان لازم هذا الاهتمام كان دور مهم جدا هو التوثيق والتسجيل ونقدر نقول نسميه يعني حفاظ على الهوية المصرية في الجزء الخاص بالعائلة المقدسة الموجود فيه. احنا واثناء ما بنسجل وبنوثق اكتشفنا ان موجود من العادات والاحتفالات المرتبطة بمصر ومرتبطة برحلة العائلة المقدسة، الاحتفالات دي لا تخص المسيحيين فقط، لا تخص الشعب المصري بكله، يعني احنا بنشوف فيها احتفالات فيها المسلمين وفيها كمان الاخوة المسيحيين، وكمان بنشوف فيها كمان وافدين كتير جدا من اثيوبيا وغيرها من افريقيا بيحتفلوا بهذا الاحتفالات. اثناء الفرق العمل التوثيق ده قدرنا نوثق اكتر من نقدر نقول 25 موقع فيه احتفالات كبيره جدا، قدرنا نعمل ملف كبير جدا بالضوابط الخاصه باليونسكو اللي قدرت مصر مؤخرا 2022 ان تحصد فيه موقع او نقدر نقول عنصر ثقافي تضيف لقوائم التراث العالمي لينا، اللي بمثابه بالنسبه لنا يعني دائما بكرر هذا اللفظ هو كاس العالم للتراث اللي تقدر فيه الدول بتتسابق عشان تقدر تحط او تضيف عنصر ثقافي جديد على قوائم التراث العالمي. احنا بالعمل ده بنسوق وبنحافظ على تراثنا وبنخليه حلقه. خليني اتكلم مع حضرتك عن التسويق كمان، ويمكن احنا هل هنقدر في وقت قريب نقدر نشوف انه بيتم رحلات حج لهذا المسار قريبا؟ يعني اولا الرحلات موجوده، الميزه في مسار العائله المقدسه ان الرحلات والزيارات اللي خاصه بالتبارك او روحانيات او الحج ليه موجوده عندنا من يعني نقدر نقول من فترات قديمه كتير جدا موجوده ومستمره. احنا عندنا جبل الطير في درونكا، عندنا جبل الطير في المنيا، وعندنا درونكا، عندنا المحرق، عندنا في الاحتفالات الخاصه بالعذراء اللي موجوده في الاوقات مختلفه طوال العام بيزور الموقع اكتر من 3 مليون زائر. احنا بنتكلم عن رقم مهول جدا، يعني رقم لو نتخيل انه الشبر الموجود في المواقع ده بيتم حجزه قبلها باشهر كتير جدا عشان اقدر يعني اشاهد او ازور الموقع في الوقت ده اللي هو مولد العذراء اللي موجود اللي بيستمر لمده قرابه الشهر في المحطات دي. كده انا بقضي على موسميه السياحه، كده انا بدل ما تكون عندي مواسم للسياحه ثابته، لا انا مستمره وطبعا موجوده دايما. لطول العام. طيب ده عظيم جدا. الاحتفالات المصريين برحله العائله المقدسه حضرتك شايفها ازاي؟ طبعا انا يعني كان لي شرف كبير جدا ان انا شاركت الفريق العمل في التجوال في الاحتفالات دي، وشاركت فيها يعني بانواعها المختلفه في المدن كتير جدا، شاركت في سمنود الغربيه، شاركت في مسترد، شاركت كمان في جبل الطير، شاركت في درونكا، شاركت في المحرق. لا الاجواء مختلفه جدا، بنشوف فيها مولد مصري اصيل جدا، في كتير جدا من العادات الخاصه بالمصريين اللي مستمره من المصري القديم حتى الان، من ماكولات، من تبادل هدايا، من كمان نزور، من تقديم وتباركات بالزيارة، بنشوف فيها كمان الروح الجميلة جدا. أنا شفت فيها الزائر والبائع المسلم داخل الموالد دي، هي ما هي إلا يعني نقدر نقول عكس كبير جدا أو حاجة بنقدر بتعكس الهوية المصرية، بتقول النسيج العمراني أو النسيج المجتمعي اللي داخل الأرض المصرية.
عظيم. طيب لو عايزين نتكلم، كنت لسه بقول لمراسلينا انه احنا يمكن ما فيش مصري لو هنتكلم على جيلنا يعني اتليست مزارش مجمع الاديان، وده بسبب طبعا الرحلات المدرسيه اللي كانت المدارس بتعملها وبتقيمها. النهارده ازاي نقدر نرفع الوعي المصري للثقافات القبطيه؟ النهارده نقول للناس احنا عندنا الكنيسه المعلقه، احنا عندنا مصارع العائله المقدسه، سانت كاترين، يلا نروح ونزور الحاجات دي كلها، وتبقى فعلا مدارس كانت بتعمل رحلات لده. النهارده ازاي نرفع الوعي مره ثانيه للتراث القبطي؟ طبعا صوره حضرتك مهم جدا، يمكن شويه حسينا بالفرق ده او الجاف ده ما بعد 2010، يعني كان بالنسبه لنا كان مهم جدا الوعي ورفع الوعي الاثري المهم بالمجتمع المصري، سواء كان على التراث القبطي او التراث المصري عامه. احنا شفنا الاحداث اللي مرت بيها مصر بعد الثوره، احنا شفنا شارع معز حصل له ايه، شفنا مواقع كتير جدا يعني اتدمرت او طالها يعني الدمار بخصوص غياب الوعي. طبعا التراث القبطي فعلا كان في مشكله كبيره جدا انه غياب الوعي عنه كان ده يعني ليه مردود قوي، يعني او يعني نقدر نقول قوي في اضعاف الهويه المصريه في فتره من الفترات. لا احنا النهارده بتوجهات مهمه جدا، احنا عندنا مبادره القوميه الاستراتيجيه القوميه لرفع الوعي الاثري، ابتدينا نخش في اعماق كتير جدا من نقدر نقول من التنميه والوعي الاثري. احنا لما اشتغلنا على مسار العائله المقدسه ابتدينا نشتغل مع المواطن تحت، يعني احنا لما بنوثق او بنسجل المسار كان لازم علينا ان احنا نسجل مع الناس في الدروب في البيوت داخل الاماكن، فكان دايما كانت فرحه الناس كتير جدا بالحاجه دي كويس جدا. كمان ربط المنتج السياحي الجديد بالاهل الموجود هو اللي هيقدم الخدمه للسائح، فالنهارده لازم انا يعني كان ده لزمان علينا ان احنا نبتدي نرفع الدايره عليه كويس جدا، نقدر نقول له يعني ايه عائله مقدسه، يعني ايه المكان، يعني ايه طبعا اهميته للتراث المصري. يمكن الحملات الكبيره جدا اللي بدات معانا من الدروب والاهالي في المجتمع المحيط بالمحطات العائله المقدسه، بعد كده الشريحه الثانيه كان التعليم العالي والتعليم المتوسط والفوق الاساسي او الاساسي الموجود عندنا، ابتدينا بندوات كبيره جدا وموسعه، ونقدر نقول دلوقتي احنا في اطار عمل منصه كامله للاهتمام بالتراث القبطي وخاصه مسار العائله المقدسه. عظيم جدا. الموضوع لن يقتصر في هذا المشروع تحديدا على السياحه الدينيه او الروحيه فقط، بل يمتد للسياحه الثقافيه والسياحه الريفيه. والجميل في الموضوع كمان ان مصر بتقدم لنفسها باهتمامها بهذا المشروع بمسار العائله المقدسه للعالم كله بانها ارض احتضنت كل الثقافات وكل الحضارات وكل الاديان. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور احمد النمر البحث في الاثار القبطيه، الف شكر ليك يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل اخر فقره في حلقتنا النهارده، خليكم معنا. احنا بنشوف السيد رئيس الجمهورية مهتم انه يكون متواجد بنفسه في القداس، ودي الحقيقة الجمهورية الجديدة رسخت مفهوم المواطنة وعمقت الاحساس بالانتماء للدولة المصرية كمان لمجتمع اقليمي وعالمي بيتسم بالانسانية والمحبة. ده اللي خلينا نسأل ازاي رسخت الجمهورية الجديدة مفهوم المواطنة. هنجاوب على السؤال ده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهاردة في صباح الخير يا مصر، الكاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك. صباح الخير استاذ عماد. صباح الخير. كل سنه وحضرتك طيب. منورنا، كل سنه وحضرتك انتم طيبين طيب. وكل الشعب المصري والاخوه الاقباط خصوصا بخير وفي افضل حال يا رب. امين يا رب. طبعا الاستاذ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، يعني غني عن التعريف. خليني اقول في الاول سؤالي لحضرتك، ازاي رسخت الجمهوريه الجديده مفهوم المواطنه؟ خلينا يعني عشان نجاوب على السؤال ده صح يعني وبسرعه شديده، ماذا كان قبل 2013؟ قبل 30 يونيو 2013 كانت هناك محاولات دائمة خصوصا من سنة 70 تقريبا، يعني بعد وفاة جمال عبد الناصر، كان في استهداف شديد جدا مع ظهور تيارات الإسلام السياسي وخروج للأسف الشديد أخطأ من وجهة نظر الرئيس الأسبق أنور السادات خطأ كبير جدا حينما استعان بجماعة الإخوان لضرب اليسار. طلع جماعة الإخوان في هذا الوقت بعد أن كادت أن تتلاشى بعض الضربات الموجعة التي توجهت لها في 54 و65، خرجوا من السجون، أعيد أحيوا تنظيمهم من جديد، اندمجوا مع الجماعة الإسلامية، وظهر صعود شديد جدا لموجة الإسلام السياسي اللي هم قاموا باغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر 81.
هذا الصعود للإسلام السياسي في مصر وفي المنطقة العربية اللي ظهر مع الثورة الإيرانية سنة 79، مع الغزو السوفيتي لأفغانستان سنة 79 برضو، وسنوات الثمانينات كلها التي كانت الجهاد أو المجاهدين في أفغانستان اللي هم رجعوا بقيوا إرهابيين في الدول العربية. هذا يعني التحرك المحلي والإقليمي والدولي أدى إلى يعني أنه فكرة الإسلام السياسي بدأت بعض القوى الدولية الكبرى تستعملها لابتزاز الحكومات في هذه المنطقة، فبدأ يبقى فيه تأثير شديد جدا ليهم، وبدأ يبقى فيه استهداف شديد جدا. أحد يعني تداعيات هذا الأمر استهداف الإخوة الأقباط في مصر وفي المنطقة العربية. وشفنا في فترة الإرهابية الكبيرة جدا 90-98 محاولات كبيرة جدا لاستهداف الكنائس والإخوة. لما جم الإخوان حكموا مصر في السنة المشؤومة في سنة 2012-2013 كان في عديد من العمليات الصعبة جدا من ضد الإخوة الأقباط، ماشي. لما المصريين تمكنوا من إزالة جماعة الإخوان من الحكم في 30 يونيو 2013، ويوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، كان في حاجة مهمة جدا جدا. أول حاجة عملوها جماعة الإخوان هو الهجوم الشامل على غالبية الكنائس في مصر واستهداف الأقباط، وشفنا عمليات هجوم وحرق للكنائس. وبالتالي الجزء الأساسي، لأنه الأقباط الأخرى الأقباط كانوا أيضا عنصر مهم وفاعل مع بقية مكونات الوطن في ثورة 30 يونيو اللي هي أزاحت حكم الإخوان. وبالتالي يعني الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حتى هذه اللحظة يحرص دائما على زيارة الإخوة الأقباط في عيد الميلاد، زيارتهم أحيانا في عيد القيامة اللي بيبقى تقريبا في شهر 4، وده حاجة لم يفعلها أي رئيس مصري من قبل. عبد الناصر كان يعني قريب جدا، وهو الذي أنشأ الكاتدرائية في العباسية كهدية للإخوة الأقباط، ورئيس السيسي أنشأ الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية اللي كانت موجودة بقى. ده تطور خلى الإحساس اللي كان موجود عند بعض الأقباط إن هم مهمشين أو ينظر إليهم إن هم عنصر يعني درجة تانية أو حاجات زي كده، وهي كلها أمور خاطئة، إن هم يترسخ لديهم ولدى الآخرين ولدى الخارج أنه بالفعل مصر نسيج واحد. كلمة نسيج واحد مش مجرد شعار بنقوله، هو واقع موجود بالفعل، لكن كانت هناك محاولات طول الوقت لمحاولة التفريق بين الاثنين ومحاولة زرع الفتنة بين الطرفين. صحيح، زي ما حضرتك ذكرت في سنة 2012 لما كان في عمليات إرهابية كتيرة وعمليات تفجير للكنائس، الرئيس منذ توليه المسؤولية في 2014-2015 بدأ لما كان بيحضر القداس في عيد الميلاد كان بيوعد الأقباط بترميم هذه الكنائس، على الرغم من أنه لم يكن موجود في سدة الحكم في هذا التوقيت، لكن أعتقد دي كان وراها برضو رسالة مهمة جدا للمسيحيين سواء في الداخل أو في الخارج بشكل عام. طبعا هي رساله، يعني مش هنتكلم على التقدير المادي او القيمه الماديه، هي ان هي رساله اقباط انه زي ما حصل فيه تفجير من بعض الارهابيين لهذه الكنائس، فالدوله المصريه بتقول لكم ان هي اللي هتبني. دي نمره واحد. نمره اتنين، ودي النقطه كمان المهم، الكاتدرائيه في العاصمه الاداريه في خطابات كثيره للرئيس السيسي، ومنها اظن من حوالي شهور كان هناك افتتاح لبعض المشروعات في مدن جديده، وقيل ان هناك مسجد، فالرئيس قاطع المتحدث وقال له واين الكنيسه؟ صحيح، وانه تحرصوا على ان يبقى فيه في اي مدينه جديده تنشا الكنيسه بجانب المسجد. النهارده احنا بنتكلم عن مدينه المنصوره الجديده فيها كنيستين، وكان معانا مداخله للرئيس المدينه هناك، وقال ان خلاص نسبه الاعمال فيها وصلت ل 80%. دي رساله مهمه. الحاجه المهمه جدا، سنه 2015 على ما اتذكر او 16 صدر قانون تقنين دور اللي هو تقنين دور او قانون دور العباده الموحد، اللي هو الأول مرة أن أنت لغيت الخناقة والجدل الشديد جدا بما يسمى الخط الهميوني. خدت بالك اللي كان الأخوة الأقباط في بعض العديد من القرى في مصر خصوصا في الصعيد لا يتمكنوا من إقامة كنيسة، وبالتالي كانوا يؤديها إلى أحد البيوت لإدارتها، فيقوم بعض المتطرفين بالهجوم عليها وتنشأ مشاكل مجانية. لما أنت كدولة بتقنن هذا الأمر وبتديهم حقه في العبادة زيه زي المسلم في إطار حتى التوزيع الجغرافي، لأنه حتى في قانون في دور العبادة الموحد انك انت بتدي عدد كنائس طبقا لعدد السكان في كل منطقة، وبالتالي انت نزحت فتيل مشكلة كبيرة جدا جدا كانت موجودة وبتؤرقك وبتستنزفك وتستخدم تكئة للإرهابيين او للمتربصين بالبلد كلها.
طيب في دور على كل مواطن زي ما في دور على الدولة، في دور كمان على رجال الدين. ازاي رجال الدين تحث المواطنين على مش بس المواطنة وفهم المفهوم ده، لكن على العمل بهذا المفهوم، المحبة والتآخي والكلام ده كله؟ دور رجال الدين المفروض يبقى ايه؟ ظني ان هو رجال الدين هم زي اي فئة في المجتمع بيتأثروا بالبيئة العامة في المجتمع. لو ان هذه البيئة او هذا المناخ مناخ إيجابي هيبقوا إيجابيين، لو أنه مناخ سلبي هيبقوا متطرفين وسلبيين. وبالتالي يعني زي ما أنت بتبذري بتحصد. يعني رجال الدين لما يبقى عند المناخ إيجابي والمناخ الناس مؤمنة في لما الأولاد يتربوا في البيت وفي المدرسة وفي الشارع إن إحنا واحد وما فيش فرق، وإن في مواطنة حقيقية. مواطنة يعني إيه؟ يعني ما فيش فرق بين محمد وجرجس في التفرقة، كلهم أبناء وطن واحد. كل واحد امبارح من الحاجات المهمه اللي اتقالت انه الاديان قد تتباين لكنها لا تتصادم، بمعنى انه ربنا يعني ولو شاء ربكم لجعلكم امه واحد، مش ربنا كان قادر يخلي كل الناس صح واحد؟ لكن في خلاف، يعني ربما يكون ده جزء من الخلاف هو فكره الدنيا وفكره الحساب والعقاب والاختبار. اعبد ربك كما تشاء، بس وانت في البلد وانت انت مواطن المسلم زي المسيح زي اليهود زي الهندوس في اي مكان. الغرب نجح وتقدم بجزء من فكرة المواطنة. العبادة شيء مهم جدا، انك انت فيما يتعلق بربنا اعبده كما تشاء طبقا لدينك دون ان تؤذي الاخر. صح. فرجال الدين كلما عمقوا ده وان هو لم ينفي الاخر ولم يقصيه، ده انا اظن انه هيقدر يلعب دور، فيقدر ما زال لرجل الدين في مصر سواء المسلم او المسيحي تأثير كبير جدا. وبالتالي كلما كان يعني إيجابي ومنفتح وكل مكان قادر على أنه هو ينقل لي الناس العاديين، لما يقول للناس اللي في صلاة الجمعة أن المسيح ده أخوك في الوطن، مختلف معك في الدين نعم لكن هو أخوك في الوطن، ما ينفعش تتخانق معاه أو تنفيه أو تلغيه، والعكس صحيح بالنسبة للمسيح. وده إذا حصل أنا أظن هو هيساهم، وأنا أتصور للأمانة أنه حصل في حاجات كتير يعني في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدا، صار مفهوم رجال الدين مختلف لأن الدولة يعني صممت على هذا، ووزارة الأواف لعبت دور مهم جدا في هذا، انتقاء أئمة المساجد، وشيخ الأزهر أيضا هو رجل يعني حقيقة تقدمي جدا في فكره، وأفتى هو والأزهر الشريف ووزارة الأواف بفتاوي شديدة التقدمية، لعبت دور مهم جدا وحصرت المتطرفين في ركن صغير جدا. ده عظيم. عايز اتكلم حضرتك عن الصوره امبارح، لاحظت وصول السيد الرئيس والناس كانت في انتظاره، الناس كانت عارفه ان هو رايح، حتى كان في ناس مجهزه هدايا تذكاريه كمان للرئيس. زي ما قلنا في البدايه ده تقليد بيئي، تقليد تقريبا سنوي او مرتين في السنه في بعض الحاجات، اضافه لرسائل كثيره جدا الرئيس بيحرص على توجيهها للاخوه الاقباط. ده شيء في منتهى الاهميه لي يعني مناعة الدولة المصرية، هي رسالة للأخوة الأقباط دائمة ومتكررة إن أنتوا جزء من هذا الوطن، أنتوا شريك، يعني ما ينفعش نقول حتى أن التعبير ربما جزء أو عنصر أو بتاع، كلها تعبيرات لأن احنا بالفعل كلنا واحد. المسيحيين موجودين في مصر قبل الإسلام وظلوا موجودين، بعضهم دخل الإسلام بعد الفتح الإسلامي لمصر وبعضهم استمر في محافظا على دينه، وبالتالي هم جزء أصيل من هذا الوطن، لا ينكر ذلك الا يعني اعمى. طيب يعني الاعلام ليه دور كبير قوي، مش بس في نشر لكن كمان اكيد رفع الوعي، يعني حابين نعرف ازاي احنا كمواطنين يبقى عندنا وعي بازاي نحمي الوحده الوطنيه من اي محاوله لتخريب او خليني اقول اشعال يمكن الفتنه ما بين الطرفين، النسيج الواحد زي ما قلنا. طيب الإعلام عشان نتفق هو لا يخلق الشيء من العدم، الإعلام هو ينقل حاجات موجودة على أرض الواقع، ودي موجود دي مفروض وظيفته الإعلام، يعني الوظيفة الرئيسية ليه هي نقل الأخبار، وفي جزء والبعض يقول والتسلية، لكن هناك مهام أخرى كثيرة جدا هي التوعية التحليل حاجات زي كده. فكلما كان المناخ إيجابيا وكلما كانت الأرض الواقع سليمة وصحيحة فالإعلام بينقل هذا الأمر الواقع للناس ويعظمه، لكن أيضا حينما تكون هناك فترات سيئة وصعبة كما مر بمصر كثير منها
في سنوات سابقة كثيرة جدا. فالإعلام دوره أنه هو يوعي الناس أنه ده مش الأصل، أن الأصل هو أن الناس تعيش مع بعضها دولة واحدة مواطنة واحدة. فده دور مهم جدا للإعلام. لكن الخطر الحقيقي دلوقتي مش الإعلام التقليدي اللي احنا بنتكلم فيه سواء الجورنال العادي أو الفضائية أو حتى المواقع الإلكترونية العادية، هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، هي لها ميزة عظيمة جدا تساعد الناس، قربت المسافات وعملت حاجات كتيرة كويسة جدا، لكنها في نفس الوقت عقال منفلت تماما يعني بلا أي قيود، وبالتالي هناك فرصة لبعض المتطرفين الإرهابيين المتربصين أنه يعيث فسادا في عقول الناس ويحط إشاعات ويعمل حاجات كتيرة جدا. وللأسف الشديد مع تراجع مستوى الوعي في أي مجتمع أو قلة نسبة التعليم، فبتبقى فرصة سهلة جدا وبنشوف احيانا في المجتمعات العربية ممكن تصيغ الجمل بطريقة كده تخلي الناس تعجب جدا، الله ده بيكتب حلو قوي او بيتكلم بطريقة طبعًا كويسة جدا، فتحسه ان هو ده اكيد فاهم، لكن في الحقيقة هو بيقول كلام منافي للواقع تماما. ما هو منافي للواقع من وجهة نظر انا وحضرتك، لكن لما بتشوف الصورة على بعضها لا قدر الله، لما يبقى عندك لو في مجتمع التعليم فيه تعبان والوعي فيه تعبان، فبالتالي العقول بتاعت هذه المجتمعات هتبقى سهله جدا انك انت تفتحيها وتحط فيها ما تشاءين من افكار. لكن خلينا متفقين يا استاذ عماد ان الوسائل التقليديه سواء شاشه التلفزيون او الصحافه بقى ليها وجود على السوشيال ميديا، المؤسسات الرسميه للدوله، الازهر الشريف، كل دول بقى ليهم تواجد على السوشيال ميديا للرد على هؤلاء. عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه مهمه جدا، عايزين في دول بكل تاكيد فيها طوائف متعدده واختفت فيها الوحده الوطنيه، حال هذه الدول عامل ازاي وايه تاثير واختفاء الوحده الوطنيه على الامن القومي لاي دوله؟ بص، الوحده الوطنيه لو اختفت يبقى المناعه بتاعت الجسد الوطني انهارت باختصار شديد جدا، بمعنى انك انت يعني نتذكر الاحتلال الانجليزي لمصر اللي بدا 1882 واستمر حتى 56 رسميا، الجود قعد فترة طويلة جدا يلعب على حاجة أساسية هي حماية الأقليات الدينية. ونتذكر في حاجة اسمها تصريح 28 فبراير 22 اللي هو إدى مصر استقلال شكلي، إن هو قاعد عشان يضمن حماية الأقباط. رغم إن غالبية الأقباط، غالبية مش كل الأقباط، كانوا في قلب الثورة الوطنية المصرية ضد الاحتلال، وكان لهم دور مهم جدا في ثورة 19، ونتذكر الهلال مع الصليب. وبالتالي اي مستعمر اجنبي، اي حد عايز يلعب في المجتمع ويبوظه ويفرقه ويشرذمه هيلعب على فكره المسيح والمسلم. وده طالما ان انت محافظ على هذه الوحده، طالما ان مناعه المجتمع قويه، الخارج هيسيبك في حالك، مش هيسيبك، مش انت وحدك برضو للامانه. احنا نتذكر ماذا فعل الاحتلال الامريكي بالعراق. اول حاجه عملها ايه؟ انه ضرب الطوائف والداعش الشيعة ياخدوا ما اعرفش نسبه اكبر، لا الاكراد اكتر، لا السنه هم الاصل. النهايه انه مثلا عدد كبير من الاخوه المسيحيين في فتره من فترات هاجر من العراق، وشفنا الاستهداف داعش للازيديين والصبايا وحاجات كتيره جدا. في مجتمعات اخرى اللي تقدمت، المجتمعات في الغرب، ان هو الدين في دور الدين موجود في المساجد، في دور العبادة، في الكنائس، فبالتالي القانون، سيادة القانون، لو أنك طبقت القانون بقوة على الجميع هتضرب جزء كبير جدا من دور رجال الدين المتطرف، لأنه الدين زي ما اتفقنا فيه جزء إيجابي ممكن تستعمله للخير والحق والجمال والتقدم، وممكن تستعمله بصوره متطرفه. يمكن ده اللي حضرتك قلته، ده يمكن اختصر كل حاجه، انه الوحده الوطنيه لو موجوده مش هيبقى فيه تفرقه، مش هيبقى فيه سهل اختفائها، مش هيبقى فيه سهل ضرب الدول، ساعتها مش هتشوف مسلم ومسيحي، سني وشيعي، كاثوليكي وارثوذكس، مش هتشوف الحاجات ومواطن. دي في مواطن في نسيج واحد. ويمكن ده اللي الدوله المصريه عملته على مدار السنين زي ما حضرتك قلت، الشعار عاش الهلال مع الصليب. في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حقيقي يا أيها الناس إن جعلناكم إن خلقناكم شعوبا من قبائل لتعرفوا. يعني أكيد صدق الله العظيم. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق على وجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. طيبين وكل الشعب المصري بخير. شكرا جزيلا يا فندم، حضرتك طيب. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.